التي يستلي لي هادشي هذا كيفما كان التطبيق تسوخا الى دوينا عليها من وجهه نظر العمق الفكري والفلسفي فقائمه ويمكن الانسان عاد ثاني يدير فيها واحد ساعتين لا هي ولا الفروديه ولا وهاد المحاور كلها دابا اللي تعمل على الوظيفه مزيان وشيطان هو ان تنفتحوا هاد المحاور ما تتسالاش في التليفون فاذا به رجينا الان تيقول لك الماضي والتعامل ديالك مع طنجه وكيفاش وهذا وريال مدريد ف غير باش نضم شويه الافكار باش نتقدم شويه كيف ما كان الحال واخا نبقاو خمسه ساعات يعني دابا زادنا واحد القوس اللي غادي يكون طويل باش نقفلوه اللي هو طنجه على انها مدينة اللي ترعنا عنا فيها جميعا يعني عقلتي فنايا كل الناس الحومة مجموعة ديال الإخوان اللي هنا موجودين اللي تنعرفهم من كانت عندنا 10 سنين و 11 عام اللي يعني خدمنا مع بعضياتنا ومشينا للمدرسة مع بعضياتنا ولعبنا الكورة مع بعضياتنا يعني كاين هنا الناس اللي لعبنا الكورة فكيف تم ذلك؟ حالي سيقول شارل أزنابور لو بو بارل دان تان كو لي موان دو 20 تان نو بوف با كونيتر لهذا غادي ندخلوا التاريخ بشويه ديال الاسطوره ديال المدينه وفي حد ذاته يمكن يكون في حد ذاته يكون هذا موضوع اللي ماشي فقط للنوستالجيا بقدر ما تلقين بعض الحقائق اللي يمكن الان تدار غريبا بزاف ديال الناس اللي عايشين في المدينه ديال طنجة طبعا كاين شويه ديال ديك ما يسمى فرويد بإعادة البناء الثاني لا دوزيام إلابوغاسيون هو أن مع الوقت اللي تيفوت ومع هاد الشيء هذا الإنسان تيمكن يعيد الكتابة ديال التاريخ هادي كيفية طبيعية خصوصا إلا قحمتي واحد شوية العاطفة والتعامل مع ناس اللي تيشتركوا معك في هاد الشيء هذا فيمكن تيكون ديك التاريخ اللي حنا عشناه بواحد الكيفية اللي يمكن كانت قاسية إلى حد ما الله أعلم يمكن الآن تنضفوا عليها واحد الجماليات اللي يمكن ما كانت شيء ولكن كيف ما كان الحال هذا هو المخاطرة في إعادة بناء التاريخ بالحكي والكلام له ما له عليه ما عليه اللي كنت أتذكر أنا هو هذه المدينة اللي كنت نعيش فيها آنذاك اللي هي المدينة اللي حاليا أنا متواجد بها اللي هي طنجة تتبقى كنعيشها كواحد الأعجوبة غريبة ما كاينش شي حاجة اللي يمكن تذكرها على أنها بعد سالب رغم أننا كنا ما تنعيشو بكيفية عادية كناس عاديين حنا ماشي النساء ما قالوش عبد اللطيف حنا ماشي من واحد طبقة عالية الإمكانات والمستوردات يعني طبقة متواضعة عادية جدا من الناحية المادية ككل الناس اللي تعاملت معهم آنذاك طبعا تيكون واحد الإنسان اللي هو عالم وإمام تيصلي بالناس وعادل تيخدم إلى آخره إنما غير تشوف هذاك الشيء واحد القراءة مجتمعية حقيقية تجبر لأن مدخول عادي مع الناس اللي كنا تنعيشوا مع العائلة ديال يحيى مع ناس آخرين اللي الآن سنذكرهم إلى آخره فما عمرنا عشنا في واحد الرفاهيه اللي يمكن للانسان يقول وهاد الناس بعدا يعني ولاد الفشوش ما كايناش القضيه كنا بالمعنى القوي ديال الكلمه اللي تغير بزاف في التاريخ حنا كنا في هذاك الحومه اللي تعيشوا فيها كنا في المصلى اللي انا زنديت فيها وانتقلنا كان عمري 6 سنين او 7 سنين الى خوصفا كنا ولاد الزنقة بصريح العبارة ولاد الزنقة ما معنى ولاد الزنقة أن هذاك الحي هذيك الزنقة هي اللي تتحمينا وهي اللي تتكوننا ماشي ولد الزنقة بمعنى اللي لا كان هذيك التجانس اللي كاين هذيك الحومة اللي كنا تنعيشوا فيها والحومة اللي كنت أنا فيها سابقا اللي هي كولومبيا في مصلى ولكن يعني نقولوا القسط
الواسع كان عندي الخصافات، كنا اولاد هذيك الشوارع يعني هي اللي كتحمينا فيها كنتعلموا، درجة ان اول لغه مثلا اللي انا استعملتها ماشي هي العربيه، ماشي هي الاسبانيه، والاسبانيه هي كانت اللغه الضروريه باش تعيش، لان بها تنلعبوا الكره. وكانت هذيك الحومه يعني عايشين فيها اسبان، هو تعرفوا تنذكر انا كاع بعض الاسماء اللي كنا تنعرفوا مع بعض. كانت بعض العائلات اليهوديه اللي كانوا هما مجاورينا دايما، وكنت زوج ديال الاطفال اللي كنا تنلعبوا معاهم. وكانت هذيك اول ماساه اللي عشتها انا في حياتي، غادي نحكي لكم من بعد، مع هذيك العائله اليهوديه. واللغه الجاري بها العمل في الزنقه عند البقال هذا الشيء هذا هي الاسبانيه، او قول ديك الاسبانيه المعربه او العربيه المؤسبانه اللي بها كنا تنتعاملوا بها الاساس ديال الحياه ديالنا المجتمعيه. انا ذاك كاطفال كنا كان هو بالنسبه لنا يعني البعد الرئيسي هي كره القدم. مدرسه كره القدم كانت هي المدرسه الاساسيه بالنسبه لنا. طبعا كاين المدرسه اللي تمشي في الصباح وترجع الى اخره. انا في المرحله اللي كنت مصلى كنت نمشي نمسي، ما كانش ما عندي السن باش نمشي للمدرسه العاديه. ولو ما كانش واحد التدخل ديال الوالده الله يرحمها تظهر لي بان كنت غادي نمشي بديك الطريق ديال يعني الوالد، ماشي تعصبا ولكن بالنسبه ليه يعني طريق عادي جدا ان الابن تيمشي للمسجد تيخرج تيبدا ديك الساعه تيجلس في الجامع الدروس ديالو، من بعد غتمشي للمعهد الديني اللي كان تما، من بعد غتمشي لتيتوان، ومن تيتوان غتمشي لفاس، ومن فاس راه يعني واضح. وانا ما عندي زعما حتى بعد بطولي وطلبت وقلت لا لا ابدا، دابا الدنيا بخير، المهم هي الكره غاديه مزيان. هادشي في المصلى ديجا وحنا مازالين صغار. اللي انتقلنا لشارع خصافات، اذا اقتربنا من واحد الشكل ديال العصرانه غريب اسباني مختلط. بينما في المصلى كانوا الاسبان اللي ساكنين تما اقل اهميه، هذوك اللي كيدوا عليهم تيقول الرخوص، الناس اللي كانوا ملي مشينا لكايسي بيا بحال اللي تيقول هو، دخلنا لواحد الناس اللي هما عندهم واحد المستوى، ولو انهم رخوص كاين مستوى ثقافي، كاين كنيسه اللي تيمشيو لها وكنا حنا تنمشيو نلعبوا فيها كرة القدم. فإذا لاحظنا بأن الشارع تيكوننا، وبهذه المخالطة هذه الوالدة اللي كانت يعني ككل الوالدات اللي ربونا، امرأة أمية ما عمرها كسبات، ما عمرها قرات شي حاجة، ولكن كانت كتحسب مزيان، الكالكول مونتال كانت صحيحة يعني هذيك، كل الأمهات ديالنا في الحساب ما تيخطاوش، ولكن القضية ديال الفابيتيزي أو با لا، ولكن ديك الحس اللي هو وصفها بها تشوف بان الناس ديال الحي وهذه المعامله اللي عندنا مع الناس الى اخره، راه القضيه ديال المسيد هذا الى اخره يمكن ما لعباش، يمكن كانت لعبه في المستوى واحد واحد يعني واحد العصر اللي سبق العصر ديالنا، واحد الجيل سبق الجيل ديالنا، ولكن فهي اللي اتخذت اول مبادره بانها غتسجلني في المدرسه العصريه. غادي نقول يعني المدرسة المغربية العادية بيلانغ، تتعلم فرنسية عربية إلى آخره. هذاك الشيء كان نقاش طبعا مع الوالد، دخلوا خوالي، فكانت عندي أول يعني أول صراع اللي كان صراع يعني سلمي، ولكن صراع ديال الناس عمومي اللي كان مع الوالد تيقول لك هذا الشيء ما يمكنش، وحنا خصنا الفقهاء في الدار. وخوالي اللي كانوا هذوك يعني من الناس ديال الحداثه وديال سيب لك لا، علاش؟ خصوصا انهم هما كانوا تبعوا المدرسه العاديه هذيك ديال بونسي كنا كنسميوها، والفوق كانت تسمى لانيو. فتوقع الاختيار بان غادي يديروا هذه التجربه، غادي يدخلوني انا من المدرسه هذه، وانا اللي فتحت الباب للاخوان اللي سامعيني كلهم، لان حنا ثمانيه في العائله، كنت انا هو الفاتح. فدخلنا لهذيك المدرسه اللي كانت تاخذنا يعني اليوم كله، ولكن اللي
كتخلي لنا ديك الحريه ديالنا سلتو الحد تمشيو لكره القدم. وحتى من بعد لان تيكون الصيف ولا فصل الربيع تخرج المدرسه مع هذيك الخمسات الى الليله كانت الذكره ديالي يعني ثم تتبقى بالكره. الحاجه الوحيده لان دابا عبد اللطيف قال واحد القضيه قال لك انا كنت تلميذ مجتهد وقضيه كاينه هذه ولكن اشنو اللي كان وراء هذه القضيه اللي فعلا كنت انا تنجي اول اوائل الاخرين وديك الجوائز وهذه يمكن انت عندك واحد الذكرى قويه على القضيه هذه انا نسيتها تماما ولكن هذا واقع. علاش؟ لان الفقير الله يرحمه قضيه واحده اللي طلبها مني بعد ما يعني استسلم الامر ديال الوالده وقال لي غتمشي دير هذه المدرسه ما كاين تعلموا سيدي الفرنسيه وتعلموا وبين قوسين هذه ملاحظه اساسيه بالنسبه لي الان هو ان الوالدين ديالنا الفقير ما عمري سمعت انا الوالده تتسمي بعد الوالد بالاسم ديالو ديما الفقير كاين هاد الناس اللي كانوا عندهم احترام الاسلام وتدرس الاسلام واللغه لاحظوا كان متطلع في اللغه في النحو وتيدرس كذلك الغزنيه وتيصلي بالناس الى اخره كيفاش هذا السيد واللي كان تيلقني القران وانا حفظت القران وانا من 4 سنين الى حدود 8 سنين وانا غادي ما كاين ما عمر كان عنده الاسلام الزامي او لا قمعي وفي نفس الحي اللي كنت انا ساكن كاين واحد الفقيه اخر نتذكر فقيه الزراد منه الفقيه من عبد الله والناس والاطفال ديالهم كلهم بحالنا الاسبانيه وكره القدم المدرسه الى اخره ما عمرنا سمعنا بان اليوم الجمعه كيفاش ولا جماعه ابدا تيلق لك الاساس بالنسبه لهم اللي هو كان القران وتيلق لك بعض التصرفات اللي تعتبر تصرفات تحترم في الاسلام وهي تصرفات عاديه الناس اللي تحترموا بعضياتهم وتعيشوا مع بعضياتهم يعني قيم انسانيه عليا كانوا كيعلموا لنا هذيك القيم ما عمرها كانت لا بالضرب ولا بالشنق ولا باي شيء ما عمرو كان ديك رمضان عندنا حنا شهر تيقول لك عندك وهذا عادي جدا عادي جدا تعلمنا وترعرعنا حنا في واحد وهذا مهم جدا بالنسبه لهذه الفئه اللي عايشه هنا واللي هي الفئه ديال الناس ديال الدوله ترعرعنا في اسلام واضح ما تنقولش انا مسامح وماشي مسامح لا عادي يتعلق القضيه اساسا تتعلق بك انت كشخص في واحد الاطار اللي هو تتعايش فيه الناس واللي عندك واحد المجموعه ديال القيم من حسن حظنا ان الوالدين ديال الناس يفسروا لنا بان هذا هو الكنه اللي موجود في الكتاب المنزل هذا واحد عرفتوا واحد القضيه اللي من اغرب ما يمكن للانسان يقيس بها التقدم والتاخر ديال البلاد هي كيفاش هي العلاقات ديال الناس بالدين بواسطه التعامل ديالهم مع الاطفال هذه قضيه مهمه الجمعات كان هذا الوالد تيدير ديك كانوا تيديروا فقهاء مع بعضياتهم دارت فتيجيو واحد الجمعه من كل 5 الجمعات تيكونوا عندنا ديك الفقهاء تيجيو بما فيهم عبد الله قنون الله يرحمه والناس كلهم تيجيو ناس اللي يعني هما تيظهر لي من الصباح حتى العشيه تيذكروا الله وتيخمس 5 المرات تيصلي وهذا وما عمرش شي حد عنده هنا شي درهم ولا شي زبيبه ولا شي حاجه ما عبد الله قنون وناس هاد الناس كلهم كانوا تيجيو للدار يعني كيف هي عاديه والهضره والاحترام الى اخره ما عمرو شي حد قال لك ما فقيه شنو هاد الولد هذا عندك بديك السروال القصيره ابدا وحنا كلنا بحال الدراري ديال هاد المنطقه هادي تنعيشوا بكيفيه عاديه ترجع الان كيفاش كان ديك الامتياز المدرسي كما كان كلمه ديال الوالد شوف اولدي الى الدراسه ديالك كنتي من الممتازين ما عمرني ندوي معك على السبت بحد الى كان داك الشيء ديالك متوسط ما كان لاش بقى تدوي لي على كره القدم ولا السبت الحد مشى قاسني
يعني في اعز ما يمكن لواحد الطفل عنده 8 سنين او 9 كتمشي انت تقول له بغيتي تلعب نهار السبت والحد ياك مصاحبه صافا السبت والحد راه خصني تكون ممتاز في الدراسه ما بغيتيش هذه القضيه هذه راه والله ثم والله ديك السبت والحد لما تبقى تبع الدراسه ايوا خوك من تما هو الجائزه الاولى وبقي داك سيلونس يظهر لي من الابتدائي حتى البكالوريا وبزاف الناس يقول لك هاد الناس هادو انا ديك بروميير دو لا كلاس انا جوني جامي ديك العقليه ديال بروميير دو لا كلاس علاش لان ماشي كانت هي الغايه هي كانت بالنسبه لي اقسم لكم بالله كانت وسيله للتحرر باش نخرج هذاك السبت والحد باش نمشيو نتلاقاو في مرشان او في السواني او اخره ديك الحريه شريت انا فعلا هذاك العمل المغاضب واحد المره قال لي عبد اللطيف قال لي عقلتي نهار اللي خديتي حتى البروميير بري ديال الديسان ديال الرياضه زياده على البقيه فيما كان يمكن تكون ممتاز خصك تكون ممتاز غير تجيب ديك البولتان تيشوف الوالد مثلا ما تيديهاش مزيان كرة القدم مدرسة حقيقية بالنسبة لي ويمكن عليها نبني أنا كل ما يمكن أن أؤمن به من تعامل مع الآخرين التكامل مع الآخرين راه 11 ديال اللعابة في التيران ما عمره كان واحد ولا يكون مع كريستيانو رونالدو راه محتاج يكونوا مع 10 آخرين تتعلمك بأن ديك التعاضد وديك الاتفاق لابد تكون بأنك متفق وحسن المعاملة مع الناس لأن إلا بغيتي تفهم بزاف عقالة بزاف ما نبقاش نعطيك الكرة أنا نمشي عند واحدة تتعلم الأسس ديال التعامل المجتمعي وأنت في واحد الميدان اللي هو ترفيهي وأنت تتحاول كل مرة أنك تربح لأنه شي يلعب شي حد في شي 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 فرقة ديال الكرة باش يخسر هذه ما كايناش يعني تتعلم بأن خصك تدافع على الأمور ديالك بكل جهدك وتتعامل مع الآخرين باش جميعا تنصروا طبعا بعض المرات تكون أنا هو البطل لأن أنا اللي دير ثلاثة ديال البيوت إلى آخره مرات أخرى لا تيكون مصطفى أو المختار الله يرحمه أو بأن ولكن في آخر المطاف تعلمتي واحد درس فلسفي عميق جدا هو أنك ما يمكنلكش لا تجاهل لا تكون على غنى من الآخرين تتصور بأن عندك 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 عام وأنت غادي بهذه القضية هذه الإخوان اللي كنت نتكلم معاهم أنا كرة القدم واللي بزاف منهم اللي كاينة يعني تبنات معاهم الصداقة اللي تظهر لي ما عمرها غادي تغير وديما غتبقى من أقوى الصداقات اللي الإنسان تيديرها فتيكون من السهل بعد ذلك الانتقال إلى الشطر الآخر هو انبثاقا من هذا الواقع هو اللي أعطانا التكوين تتبقى تظهر لك بأن الدنيا كلها الدراسة الجامعية الانخراط في النقابات أو تدشين الأندية السينمائية كلها تتبني عليها انت ديك القضية اللي استنتجها التعامل الأساسي اللي درتيه مع الإخوان اللي كنت تتلعب معهم 7 سنين 8 سنين آخر هذه نقطة أولى النقطة الثانية هو التداخل ما بين الثقافات والديانات حنا كانت عندنا كنيسة ديال الخصافات كنيسة ديال الخصافات كانت عندها واحد القضية زوينة هو أن الرهيب اللي كان تما كان كذلك هو اللي تيختار في الحومة الناس اللي تيلعبوا الكرة مزيان إسبان يهود مسلمين إلى آخره ولكن ما يمكنلوش يختار بزاف لأن وراء هذيك الكنيسة الملعب كان خصك تلعب إلى ملعب صغير 5-5 6-6 إلى بارغنا وهذا الشيء دابا في السن اللي وصلت للخصافات يعني 7 سنين تخترت معاه وكان هو ما تيجيبش اللعابه مع على برا اتونسيون واللعابه ديالو سيفيا والناس ديال سيفيا الفوق كانوا كلهم مع البيتيس وحنا ناس الخصافات كلنا مع الريال يعني الناس اللي خلقوا تما غادي يكونوا بيتيس ومعنا غادي يكونوا كلهم ريال وإلا نزلتي كاي ايطاليا كلهم بارسا يعني هذه القضية يعني كانت تقسيمة حنا ريال وهذا السيد خسرنا درجة أن ما ستبقى لا مسلم لا يهودي غير تيدخلنا لابد أنك تتفوت من داخل الكنيسة باش عاد تمشي للور هذه من الأمور الزوينة اللي عندي يعني. فوتك بعدا
وتدير لابقيه ديالك ما كاين حتى مشكل وتذهب ولا عاد تندخلوا نلعبوا كره القدم. فهاد التجاوز هذا تيجعلك بان ما بقيتيش تعتبر هذاك الناس بحال باغي يلقنك شي حاجه. اللهم الا كانت الشخصيه ديالك مهزوزه الى اقصى درجه، ولكن تتشوف بان حتى هما عندهم الطقوس ديالهم بنفس الكيفيه اللي عندنا الطقوس ديالنا. وكما انني كنستدعي هذاك الناس، هذوك الناس ديال المسيحيين واليهود من الدار في العيد الكبير، كما انهم تيستدعوني رشاشانه مثلا عند الجاره ديالنا او نويل عند هذا. فحنا كنا منتفعين ورابحين في قضيه الاعياد، والكنيسه ما كانتش يعني اطلاقا. حنا المهم ديالنا كانت كره القدم، تنمشيو تنلعبوا ديك الماتش ديالنا. يمكن في هذوك ال 15 اللي كنا كل سنه تيتبدلوا، بقيت مع روح العامين من بعد مشينا زعما طلعنا الاتحاد وهادشي. ف اللي تنذكر هو ان غير تتمشي تما ديك ال 15 اللي كان تيتناوموا علينا باش نلعبوا هذا، صبحت هذا كره القدم المؤسبان، لان الهضره كلها بالاسبانيه وهذاك الرهيب تيجي معنا بالاسبانيه، عطاتنا ثقافة أخرى اللي هي الثقافة على التعرف ديال الكرة ديال إسبانيا والليغا. يعني الليغا حنا داروها لنا في الدم من هذاك المرحلة هذه، والصراعات اللي كاينين في الأتليتيكو. الأتليتيكو كانت يعني كانت والو، ما عندها، كانوا واحد مجموعة في أمراح هما اللي كانوا مازال تعقل على أبي، أمراح هما اللي كانوا تما عندهم شوية ديال الأتليتيكو، مازال ما كانوش تابعين معنا هذا. فتعلمنا تما في هذه الكنيسة في هذه العامين وثلاث سنين درت معاهم، تعلمنا الثقافة الكروية الحقيقية على هاد الناس اللي متمكنين بالمعقول. يعني هذاك الراهب اللي يمكن تيعرف لا بيبل وتيعرف ليستواغ ديال التاريخ ديال ريال وديال بارسا وديال هادشي، بينا بأن هادشي اللي باغي نوصل معاكم، بينا هاد السيد بأن كرة القدم حتى هي ثقافة وحتى هي تكوين وحتى هي آداب، عند الادابيات ديالها وعند الشعائر ديالها وعند الاتجاهات ديالها. ف وهذا الشيء بدون سرقين، ما تيقولكش خصك تحفظ هذا، لا، تدخل يعني بديك الكيفيه البيداغوجيه غير المباشره، تعلمك بان هذا حتى هو قارئ. تعلمناه هذه القضيه ديال ان كره، فعزز لنا الموقف ديالنا على ان كره القدم ماشي فقط غير ماشي لهو، لا، جدي. ملي انتقلنا للمرحلة الثالثة وحنا دخلنا دابا للبريمير وتقدمنا وصلنا لديك 11 عام 12 عام إلى آخره، كان الانتقال طبيعي جدا بما أن حنا قرب من مرشان، بالاتصال بالناس ديال الاتحاد تندخلوا تيقول لنا خوبينيليس، سير خوبينيليس مع مصطفى مع الوسيمي، لا كنا غير على برا كاع فيتيان على حسب فوقاش بدينا. حسن السبريوي هو اللي لا هذاك مشيتي دابا وصلتي 62 حنا مازال دابا. طيب اذا سمحتي هذه ذكريات جديده. لا بلاتي غير نسالي على القضيه ونخرجوا من الكره. فهنا زياده على هذاك التعاضد اللي سالت الكره ستعطيك بان هناك بعد ثقافي حقيقي، تتعلم تاريخ تتعلم. هذا الشيء هو اللي جعلنا اولا سهل علينا القضيه نمشيو للكره، وانا سهل علي القضيه باش ننتقل الى معاصره اخرى اللي هي جاتني مباشره بعد الشهاده اللي هي السينما. وبه يعني. طيب السينما الغوص بهذه الذكريات يعني حقيقه يتطلب وقتا مطولا، والذي يودي ان اثير مع نور الدين مجموعه من القضايا، ولكن نظرا لهذا الارتباط الذي يجمعنا بهذه المدينه، يعني نتمنى كل واحد عنده واحد المدينه ديالو ولا شار ولا دوار يبغي يقوموت عليه، ما يقولوا الناس بان عنصريين لا تحبوا بلادكم ولا كذا. سي محمد مروج يعني وفد لمدينه الرباط من اجل ان ينصت الى نور الدين الصهيوني، هذا عجبني كثير جدا، واحد من العناصر الاساسيه ديال مولاي احمد الدوكيلي رحمه الله. غادي نخرج من طنجه الان، ولكن غادي نمشي لواحد التساؤل دائما كان يراودني. كنشوف سي محمد مغابه كذلك امامي اللي هو احد النقاد يعني في المجال السينمائي. كنسال دائما كنقول اودي كيف يعقل في واحد المرحله السكان ديال مدينه طنجه ما كانوش كيتجاوزوا
100,000 ديال السكان، ولكن تقريبا 15 قاعة سينمائية موزعة بواحد توبوغرافيا خاصة كيسميها نور الدين توبوغرافيا، بمعنى كل منطقة عندها واحد السينما ديالها أو قاعة سينمائية متخصصة في تقديم أفلام معينة وتستقطب جمهورا معينا. وكنقول مرارا يعني أجريت معي بعض اللقاءات الصحفية عندما يريد يعني باسم نور الدين السيف، نقول لهم شوف راه والله العظيم ما كان ممكن يكون سينمائي وما كانش يستثمر قصابات، لأن قصابات على بعد 100 متر كاين قد كازار وكاين كابيتور، هذه العاصمة ديالنا التي ترعرعنا فيها. والغريب أن الأطفال الصغار في سن السادسة والسابعة كان لهم الحق من أجل أن يرجوا القاعة السينمائية. فبغيت واحد التفسير، السكان لا يتجاوزون يعني 100,000 ديال السكان، تقريبا 15 قاعة سينمائية وسيرفانتيس بالمواصفات الدولية ديالو، هذا يؤشر على ماذا بتصورك للسينما الصغير؟ لا يعني سكان لا يتجاوزون يعني تقريبا 100,000 ولكن قاعة سينمائية متعددة. فعلا هاد الحومة اللي كنا فيها باش تمشي للسينما عندك 5 دقائق ماشيين، وحنا أطفال وكانوا الأطفال مسموح لهم أنهم يدخلوا للسينما بنصف السعر، وكان يعني بالنسبة لنا القضية ديال السينما قضية تكاد تكون طبيعية بعد كرة القدم، وأن كنا تنتسقيو في كالي إيطاليا، كاين الكازار وكاين كابيتور، حنا كنقولوا كازار وكابيتور، و يعني قليل ما نمشيوش نشوفوا افلام زوج ثلاثه المرات في الاسبوع. يمكن الانسان يتساءل هو جوج ثلاثه المرات في الاسبوع السبت والحد ديال الكره، هي كنا تنمشيو الايام ديال الاسبوع ديك الخمسه، راه عندنا شوفوا مدى الحريه اللي كانت كاينه، هو ان كاين ثقه اولا ديال الاباء. علاش كاين ثقه؟ لان الشارع كله تيقيك. هذه القضيه هذه اللي بغيت الاخوان اللي يمكن ما يفهموهاش، هو ان كيف كان الشارع هو الوقايه ديال كل الاطفال. هذه من النقط اللي الانسان يمكن يستغرب لها بجد. يعني حنا تنساليو المدرسه، تتمشي تاخذ ديك الكويز ديالها ساعه شي حاجه، وتنلتقيو مع بعضياتنا وتنمشيو مع بعضياتنا الكابيتور او الكازار، ناخذوا ديك الميديا كما نقولوا الميديا، وتدخل تتفرج في الفيلم. يعني الا شتي في هذيك الحصه ديال الخمسه ونص تخرج مع الثمانيه ونص عاد تدخل، والدنيا غاديه. يعني ما عمرنا كنا تنسمعوا لا عندي ولا عند ناس اخرين فين تعطلتي ولا اخرين، عارفين بان الاطفال مع بعضياتهم والوقايه جماعيه. هيهات يعني هذا الشيء اليوم باش الانسان يدخل ولده ولا بنته من المدرسه ويخليه يخرج ما بين الخمسه والسبعه، وهذه راه والتليفونات والبوليس، علاش؟ لان ما بقاتش ديك الوقايه اللي كانت طبيعيه في الثقافه. وتنظن هذا الشيء ماشي خاص بطنجه، يعني الا مشينا لمراكش ومشينا لاسفي ولا اخره، كان هذه القضيه اساسيه ديال الضمانات. ودينا ايضا السينما، فهاد السينما هادي طبعا انا جباتني بديت تنمشي تنتردد تنشوف ناس اخرين الى اخره، والافلام اللي تنشوفوها ماشي الافلام العمل اللي تستلزم شي معلومات خاصه ولا تكوين، افلام ديال الحركه الويسترن جون وين الى اخره تمشي تشوفو، افلام الفرعون كانت على ديك القصص حول فرعون وهذا الشيء كانت مهمه جدا. بل اول فيلم اللي شفته انا واللي كان قمت عليه بخصمه كبيره بيناتنا حنا واحد فئة أخرى اللي كانوا هما بارسا وحنا رعاة كلي تخاصمنا عليه، هو فيلم اللي من بعد عاد أنا شفتو في 1955، حنا غادي نكونوا شفناه يمكن في 61 ولا آخر، اللي أثر علينا بواحد الكيفية غريبة بالقياس من أفلام أخرى اللي حتى هي نفس المواضيع ونفس الأهمية يمكن ولكن غير مؤثرة. عاد غادي نفهم بأن هذاك الفيلم كان داروا واحد من اكبر السينمائيين الامريكيين اللي هو هوارد اوكس، اللي غادي نلتقي معاه من بعد في افلام اخرى والى اخره،
كيفاش بكيفية عفوية تتشوف بأن غير تيكون واحد المخرج فعلا في مستوى عالي جدا تأثر عليك وانت طفل ما عندك تسكوين. من هنا تبقى تتساءل بعد ذلك 20 سنة و 30 سنة من بعد حول مدى التأثير ديال الأفلام، وتتوجد بأن التأثير مرتبط ببعض الأمور اللي يمكن نقولها لكم قبيلة من بعد، اللي هي بنيوية في الصرد السينمائي، اللي أنا ما عرفهاش، ولكن كيفاش هذاك الفيلم تعامل معايا باش جعلني أنا أول مرة في حياتي تنشوف بأن هذاك. وكنا غير تنبغيو نشوفو عاوتاني، وهذيك هي كان ستانجا هنا بعد الأفلام اللي كنا تنشوفو كازا وكابيتو كلها بالإسبانية، درجة أن أول مرة في حياتي اللي شفت أنا يا جون وين تيدوي بالفرنسية جاتني غريبة القضية. وأنا عمري 14 عام تشوف جون وين ديما تيدوي بالإسبانية، تو لي فيلم دوبلي كازا بيزو كانوا بالإسبانية. فإذا بيا واحد المرة مشيت للسينما موريتانيا وتنشوف جون وين تيدوي، قضية غريب ما يمكنش يكونوا. عاد تتفهم بأن من ديك السيطرة والهيمنة ديال السينما الأمريكية هي أن تتناقش معك بأي لغة هي اللي تسجل عندك ماشي أنت اللي تسجل عندها. تعلمنا إذن حنا هاد الأفلام الإسبانية، ومرة مرة كان ديك تيجي ديك الاشتياق ديال القومية العربية اللي كانت قوية جدا مدينة طنجة وتعرف. كنا تنمشيو حتى سينما بوكس اللي هي ولا تسودان عبد الوهاب، وافلام غير مؤرخه يعني شفنا احنا في الستينات افلام ديال الاربعينات وديال الثلاثينات. الورده البيضاء مثلا اللي هو الثلاثينات شفناه احنا ويعني وعجبنا، والاغاني ديال عبد الوهاب والاغاني ديال ام كلثوم وفريد الاطراش تتشوفها تما بوحده، خصوصا وان كانت هي السينما الوحيده اللي تيجيوها الطنجاويين والطنجاويات تيجيو تيدخلوا عيالات ديال طنجة تيشوفوا هذا. مازال تنذكر ديك الجلابه ديالهم ديك التام هنا وديك القريين دايرين الى اخره، وكيجيو افواجا للسينما، ما كاينش يسار ويمين، كاين الناس مختلطه مع تيجيو اربعه خمسه ديال العيالات تيجلسوا مع بعضياتهم والرجال هنا تيتصفضوا تيشوفوا الفيلم ما تيوقع والو، تيخرجوا الناس تيديروا تعليق على ام كلثوم على الصوص ديالها، وما كاين حتى مع ما عمرنا عشنا شي سكوندال في القاعة ديال فوكس يقول لك يا والله ما هذا منكر وهذا الشيء هذا وشوفوا هذا شنو ابدا. زيد على ذلك كانوا كاع ناس هذوك توليين، تيجي الرجل ومرته وهي من التما وهذا الشيء وتيهضروا وتيخرجوا بحالهم. هذا الدرس اللي تلقناه كذلك في السينما فوكس بالخصوص، لان كازار كابيتول كان هذاك ديالي ديال الاعتراس. ما عمري انا في حياتي شفت انا بان شي مراه جات لا اسبانيه لا مغربيه لا والو. فوكس كان عندنا هاد لا ميكسيتي هاد التزاوج اللي كان بفضل السينما المصريه تعلمنا بان حتى المتفرج يعني راه هو مختلف. ومن الافلام المهمه اللي شفناها تاني اروع الافلام في حياتي اللي شفتها بعد سنوات بعد ذلك يمكن 12 ولا 13 عام هي كانت غزل البنات، اللي كنعتبروا انا من الماستر بيسز يعني من احسن الافلام اللي تنسجت على مستوى عالمي. كنقيسها بافلام ديال هيتشكوك وديال جون فورد وديال نجيب الريحاني، ونجيب الريحاني يعني ادى واحد الدور لا يتصور. محمد عبد الوهاب دار داخل الفيلم واحد القطعه لا تتصور، يعني غير تنخرجوا من هذاك الفيلم تصدوا يمكن هذاك الاسبوع او العشرين اللي بغيت تسميه يمكن هذاك الفيلم شفناه شي ثلاثه ولا اربعه المرات حنا كفريق تنمشيو يعني تتعلم في هذه المدينه. وهنا غادي يجي السؤال ديالك بان كاين واحد البعد ديال السينما الاوروبيه المؤسبنه، كاين العمق ديال القوميه العربيه الى اخره، وتتعرفوا بان انذاك كان الانسان المغربي الطنجاوي غير تيمشي يشوف الفيلم المصري راه تيمشي نضالا من قد من اجل العروبه ومن اجل التحرير ديال البلاد الى اخره. يعني اللي انتفعت منه السينما المصريه انذاك ما بين الثلاثينات الى قل الستينات هي انها كانت هي الرمز ديال واحد الوحده وديال واحد النضال عربي. هذه يعني السينما المصريه عاشت الاوج ديالها غير كانت موحده وموحده للعالم العربي وفقدات بعد ذلك. ما يمكنش يستغربوا المصريين يقول لك حنا ايام كده يعني كان عندنا، لا، العالم العربي
من خلال الفيلم المصري كان رديء او كان جميل، كان تبين التعلق ديالو بواحد الايديولوجيه عربيه اللي هي نضاليه واللي كتطلب الاستقلال ديال البلدان العربيه. غربه بقات حتى بلاد ديال الجزائر، غاد قداس الجزائر. يعني هاد السينما المصريه كانت هي الكيفيه الوحيده اللي تتبين بها يعني الانضمام ديالك بدون ما تدير لا مظاهره لا تواجه لا والو. يعني كان هذاك النضال السلمي ديال المتفرج العادي ديال طنجة ان كان ديلوج الافلام المصريه. الافلام الاستعماريه او نسميوها هكا غير كتلخيص الى اخره، تتبدا تطلع هذيك الطلعه ديال شارع الحريه، ولا كتبت هادشي في واحد المقال شي سنه ولا سنتين، اللي هي موريتانيا، اللي هي الروكسي، اللي هي اللوكس. يعني هذيك المنطقه كلها كانت الافلام الناطقه باللغه الفرنسيه. كان سينما اللي كان خارج من الجنب هو امريكان، ما بقاش اليوم سينما امريكان، كان هذاك مخضرم، هذاك كان تيلعب على كل الواجهات، تيدير الاسبانيه وتيدير الفرنسيه، بعض المرات تيدير افلام بالامريكيه. كنا حنا انا ذاك يعني تنمشيو نشوفوها عاوتاني جد، هذاك كانت عنده واحد الحاله خاصه تيدير، ما بقاش كاع هذاك السينما. هذاك كان في الطلعه ديال الباغيلي، لا تعرف دار الدواء، غير تطلع من ديك الدروج تما كانت السينما امريكان، وفوق منها كانت القهوه ديال سميتو هذا ديال غزيان، الله يذكره بخير والله الله يرحمه. فهذه هي كانت الصوره. الان كانت 13 14 قاعه سينمائيه، وطنجة على حسب اللي قلتي كانت فيها 100,000 ديال الناس. الا ان هاد 100,000 ديال الناس خصك تاخذ بالحسبان بان كانوا مغاربه وهي الاغلبيه الساحقه، ولكن كانوا كذلك ديك الاجانب اللي كانت عندهم متطلبات ديالهم خاصه، منا الخروج السهرات الليليه، منا المطاعم، منا طبعا السينمات، وحتى التلوينات اللغويه ديال هاد الافلام كانت تابعه للحضور المباشر هنا ديال اسبان فرنسيس انجليز، اللي حتى هما عطاو للمدينه هذيك الصبغه بالمخلفات ديالها الثقافيه. فانتفعنا حنا من هذا الكيان هذا بان يعني تعاملنا مع افلام بلغاتها ودبلجاتها المختلفه، بما فيها الافلام ديالنا العربيه، وبما ان لم يكن هناك انذاك لا فيلم مغربي ولا جزائري ولا تونسي الى اخره، تعلمنا الاسس ديال الاستهلاك السينمائي ديال الصور والاصوات بفضل التنوع ديال كل الاساليب اللي كانت تقترح علينا. فهاد الجاليات المختلفه، زيد على ذلك الناس اللي كانوا تيجيو يزوروا طنجه، يزوروا طنجه اللي كنا نسميوها حنا الداخليه، تيجيو من الدار البيضاء ومراكش الى اخره، اللي كانوا تيجيو يغنيو كذلك هما طنجه، لان تيستافدوا من هذا التنوع اللي كاين. والناس اللي تيجيو من اسبانيا، لان اللي تيذكروا وعندهم ذاكره هو اننا حنا كنا تنمشيو لاسبانيا ما كاين لا باسبور ولا هم يحزنوا، كنا تنمشيو بالباسي، يعني تيعطيك وريقه وتتمشي. تنذكر انا كنت تنمشي مع واحد عمي خالي حماق على الريال، تنخرج من الليسي بنو الخطيب وانا في السادسه ثانوي، كنا حنا عندنا السادسه، كنا تنقراو البكالوريوس في السنين ما كانش سبعه انا ذاك. تنخرجوا نهار السبت بالليل وتنوصلوا نهار الحد في الصباح من اتوتشا في مدريد. فشوف هذا السبت تنخرجوا في لابخي ميدي، تنكونوا في التسعود ديال الليل في الخزيرات، تناخذوا هذاك التران، ونقول لك التران كي داير واو ديك الدخاخر، وتمشي التونيل كلشي خصو يطلع. تنوصلوا مع ديك العشرة الصباح من اتوتشا، من تما ماشيا اللي تعرف فيكم مدريد كاين لا كاستيانا، لا كاستيانا تتمشي من اتوتشا حتى تشام مارتين، كنا تنسميوها تشام مارتين لان كان برنابيو مازال على قيد الحياه، بعد عاد تسمى سانتياغو برنابيو. تنمشيو ماشيا حتى تما، الا خرجنا من اتوتشا مع 10 ونص تنوصلو تما مع 12 ونص، واحد ساعتين وانت غادي. كانوا الماتشات ما عمرهم تيتلعبوا بالليل، ما كاينش القضيه هذه، تيتلعبوا زوج او ثلاثه على حسب واش حنا في الربيع. تنتفرجوا في هذاك الماتش وراء طبعا الاهداف طبعا ديك الامور الرخيصه، وهذا خالي وربعه ديال صحابو حنا غاديين زعما
تيتسرى الماتش عاوتاني ترجعوا لابيتشا باش ناخذوا هذاك التران ديال التشرد ديال الليل اللي باش نوصلوا الصباح من طنجة مع ديك السبعة ديال الصباح، ومن تما كي ديريكت خصني نمشي للمدرسة. هذا كان هو الاتفاق، هو ان المدرسة ما يمكنلكش تدخل عليها. ف وهادشي ما كاين لا باسبور ولا فهاد القضية هادي تتزيد تزكي. ما نقولش انا دابا ندويو كا الناس ديك الطنجاوية المغلقة وكنتم كنا خير أمة قرن، لا غير تنقول المعطيات الموضوعية اللي كانت عندنا كنا تنتعاملوا معها بواحد الكيفية اللي انتهزنا منها كل ما يمكن من ناخذوا منها. يعني اللي ديال طنجة يعني لا يستهان هو اللي عطى هذه القضية هذه، والبعد التعايشي أنا ذاك في طنجة ما تنساوش بأنها كانت دولية، ما تنساوش بأن الأقطار ديال الفكر التحرري القاري كانوا هنا في طنجة، والفكر التحرري الاستقلال ديال المغرب كانوا هنا في طنجة. فهذا الخليط تيظهر لي عطانا واحد تفتح اللي ما يمكنليش نتصور شي حد من هذيك المرحلة اللي عشناها احنا كأطفال ما تنتصورش بأنه يكون فشل في الفهم ديالو من المعاصرة، ما يمكنش. طيب غادي غادي نمشيو الان لواحد المجموعه ديال المحطات الاساسيه في المسيره الحياتيه والنضاليه ايضا ديال نور الدين الصايد، لان من بعد الالتحاق ديالو بمدينه الرباط لمتابعه دراسته الجامعيه، يعني بغيت نسول نور الدين بالتكوين الثقافي ديالك هذا الشمولي، يعني قرأت الأدب الفرنسي وطلعت على الأدب الفرنسي وعلى الأدب الروسي وعلى الفلسفة الوجودية اللي كانت هي الموديل يعني ديال المثقفين في ديك المرحلة، والترجمات التي كانت تريدنا من لبنان لمنير على بكي ولسهيل إدريس ولزوجته العايدة مطرج إدريس، كلها يعني الترجمات لي المؤلفات جون بول سارتر والألبير كامي إلى آخره، يعني وأنت محمل يعني بهذا الزاد الثقافي المتعدد والمتنوع ستلتحق يعني بمتابعة دراستك الجامعية أولا في شعبة الرياضيات لأنك كنت يعني متمكنا من هذه المادة. اللي سمعت هو أن الناس اللي خلطتهم اللي كانوا يعني كيتبعوا هاد الشباب الرياضيات يعني ما جاوش على خاطرك، ماشي هما هادوك، فقلت انا غادي نمشي بحالي للفلسفه. الفلسفه تما لقيتي الناس اللي يمكن تعقد معاهم صلات، ولكن البدايه ديالك كان هو الانغمار والانغماس في المجال النضالي اليساري الماركسي الليني يعني بكل مواصفاته النضاليه. وكان عارفوا بان كان التيار اللي موجود في ديك المرحله هو ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ومن بعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، ولكن كان تحرر للاشتراكيه اللي هو دابا حاليا تقدم للاشتراكيه. هنا بغيت نوقف معك نور الدين شويه لان الحديث هذا غادي يكون يعني عنده يعني الاهميه ديالو كثير جدا. هل كنت مهيئا ل تبني هذا الفكر اليساري الشيوعي الماركسي وهذه العلاقات التي ربطتك بابراهام السرفاتي وكذلك بعبد اللطيف اللعبي، وكانت الاصداء تصلنا الى مدينه طنجه عن هذه الحركيه النضاليه التي تمتع بها نور الدين الصايد في المرحله؟ وديك الساعه كان يقيم في اجدال واحد البيت بجواره لخاله السي مصطفى الودرسي رحمه الله عليه، والذي كان يتميز ايضا بعمود حقق شهره فاسحه في الصفحه الاولى لجريده الراي لوبينيون اللي هو بوان دو في. يودنا ان نتوقف معك عند هذه المرحله، ما لن تدوم طويلا لان نور الدين سيعمل استاذا بالفلسفه في ثانويه مولاي يوسف، وبعد ذلك ستأتي المرحلة التي سيستقر فيها فترة
كان عليه أن يختار ما بين باريس ولبنان، ولكنه اختار لبنان لأنه رأى فيها شبها بينها وبين مدينة طنجة. ثم تأتي الكارثة العظمى، هو البلاغ أو البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية للحد من يعني من قلق مادة الفلسفة التي كان نوردين بعد أن درسها يعني مفتشا عاما لها، وكان هذا التوقف كان كارثي فعلا عام 1983 على ما أظن. لا هو خرج من طنجة، هذيك الإنسان غير يأخذ البكالوريا يمكن 17 عام ولا على الشكل هذا 17 يمكن 16 و 17 ما كناش يعني تسيس ولا واحد الواعي الجري، كانت عندنا يعني مطالعات اللي كنا نقراو فيها طبعا في القسم ديال البكالوريا تبداو هادشي هذا، تدير النصوص ديال ديكارت ونصوص ديال بن روج ديال الغزالي ديال هيغل ديال ماركس طبعا ديال هادي. ولكن فهمنا واحد القضيه اساسيه، لان الاساتذه انذاك كانوا عندنا مكونين، اساتذه كانوا مكونين بالمعقول، وهذا يمكن ياخذوا بزاف ديال الناس كنقد او كانتقاد، وهو نقد وانتقاد حقيقي، ماشي لان نقول بان الان الاساتذه، لان الوسائل ديال التكوين ديال المعلمين وديال الاساتذه ما بقاوش، يعني ما بقاش تتكون واحد الاستاذ بالصيغه اللي دير فيه ثقه ان تعطيك ولا تعطيه ولا اللي كيدرسوا كيفيه عامه. يعني كاين واحد الانخفاض الموجه دو بيس توندونسييل ديال المستوى اللي بدا منذ سنوات، اللي ما نقولوش بان الوزير الحالي ولا كل من بدا منذ سنوات، واللي جعل بان المستوى العام ديال الترقيم ديال التعليم طاح. يمكن انطلاقا من 83 84، يمكن قبل، يمكن انا اللي سنذكر هو ان غادي نرجع الان من على الباك، ولكن اللي سنذكر عندما كنت انا ادرس الفلسفه بديت تندرس سنة 69، ويمكن يعني كنت مازال صغير، ولكن علاش خرجت ندرس عوض ما دير عاوتاني واحد السلك الثالث والرابع والخامس والدكتور على آخرين، لأنني كنت محتاج نخدم. هذا يعني هذه القضية هذه هي أساسية، محتاج نخدم لأن محتاج ناخذ الحرية ديالي، ناخذ الاستقلال ديالي، وكذلك نخرج واحد العبء اللي كنت تنشكل بغيتي او كرهتي على العائله ديالي، تتبقى عبء. وملي وصلت كانت بان خصك تكون عندك 18 عام غادي يعطيوك المنحه ولا اخره، وانا ما عنديش يعني. ف بمجرد ما خديت هذيك ليسونس بلس ان سارتيفيكا كومبليمونتير وفي ان واحد من الدراسه العليا وخرجت مزيان، وغادي عطاوني الليسي مولاي يوسف، بديت تندرس في 69. عاد غادي نرجع الان شنو وقع في النضال 67 68، ولكن ديت 69 اللي بغيت نقول لكم الان، لان تندوي على المستوى ديال المربين، كان مستوانا مزيان، مستوانا كان مزيان، ان اساتذتنا كانوا مزيانين. هنا كاين معنا استاذ كان تندرسوا مع بعض ياسين اللي مازال هنا، السي بوخزار، كنا تندرسوا وكنت بعض المرات شاركنا في اقسام، تيدير هو الاداب انا تندير، او عبد الحمد عقاب تندير انا الفلسفه، والفلسفه كنا تنديروها بالفرنسيه 69 70 70 72 الى حدود 73، كنا تندرسوا الفلسفه بالفرنسيه. جات 73 تخبرنا في شهر يونيو بان في اكتوبر غندرسوها بالعربيه. هنا تشوف يعني المعجزة كوننا حنا خريجي المدارس المغربية ديال الدولة ما طرحنا حتى مشكل، يعني سالينا 72 بالفرنسية، دخلنا 73 بالعربية. ويمكن في ديك 100 ديال الأساتذة مغاربة اللي كنا تندرسو، يمكن واحد 50 منهم توقفوا على التدريس لأن كلهم كانوا الدراسة ديالهم في لاميسيون، تا هما مزيانين في الفلسفة ولكن ما يستطيعوش يدرسوا.
هذه كانت أول نزيف ديال ناس عندهم مستوى مقبول جدا واللي وقفوا لي أن قلت له غدا غندرس بالعربي ما غندير لا. التكوين ديال الأساتذة كانوا عربية كانوا جغرافية كانوا رياضية كانوا هذا كان يعني سكرين تكوين حقيقي. الأساتذة اللي كنا عندهم حنا في البكالوريا كان عندهم تكوين حقيقي كذلك. راه الأستاذ اللي دويت عليه ميرسير الله يرحمه ولا الأساتذة العربية الأساتذة اللي كانوا عندنا في الرياضية ناس كيعطيك أحسن ما عنده. كانوا طبعا مجموعة منهم بالفرنسية الفيزيك الشيمي مات سيونس نات هادشي كله كان عندنا بالفرنسية وكاين العربية كنا تندرسو حتى التاريخ والجغرافية كنا تندرسو حنا بالفرنسية كنا تندرسو بالفرنسية ولكن المدرسين ديالنا ديال اللغة العربية كانوا مدرسين في مستوى عالي جدا. فكيفاش يا ترى هاد الناس اللي سيبهم الخطيب تندرسو الرياضيات والمواد العلمية كلها بالفرنسية الفلسفة بالفرنسية التاريخ الجغرافية بالفرنسية وتنديروا مادة مادة أم اللي هي العربية وكانت عندها السوية تنديروها بالعربية وكان التكوين تخرج الإزدواجية تكاد تكون مطلقة. غريبة القضية يعني هذه القضية ديال الإزدواجية خص الإنسان يكون عاوتاني عنده واحد الروح ديال النسبية. اللغة ما طرحاش مشكل اللي طرح مشكل هو المخ. كيفاش غنديرو هاد السيد اللي تيعطيني اشنو تيعطيني تيعطيني احسن ما عنده. اللغه العربيه تعلمناها على حقها وطريقها بما فيه الابعاد ديالها ديال الدين وديال التاريخ وديال الاعاد وتعلمنا تما تنقراو هادوك المفكرين اللي جاو تيغيروا المنطق العربي. هذيك النهضه المصريه قريناها هذيك المعلقات حفظناها المتنبي كنا يعني طالعين هابطين به الى اخره لي ريداكسيون غير تيقول لك بان الانشاءات اللي كنا تديرو انشاءات في مستوى عالي لان الاستاذ كان هو عنده مستوى عالي. هذه القضيه هذه كيف ما كانت النقاشات اللي غتكون على اللغه وعلى هذا الشيء هذا لا تنساوش انا بالنسبه لي قلت صراحه وانا عضو في المجلس الاعلى ديال التعليم الى اخره وديما تنقول على القضيه السر المطلق المكون اشنو درتو في تكوين المكون حقيقه ماشي غير الهضره والاخره ودنا 10000 سنه ولا لا اشنو الكون الحقيقي اللي به تتاخذ واحد وتتكون منه شي حد اللي قادر باش حتى هو يوصل. هنا كاين قضيه خطيره جدا وانا لا اجزم ولكن تيظهر لي بان كان فيها شويه ديال التهاون منذ عشرات السنين لان هو الاساس بالنسبه لي هو المعلم الاستاذ بدون نقاش. حنا غير خرجنا من هنا طبعا مشيت انايا كما قلتي وسجلت ان الدراسه الجامعيه انت تقول فعلا باش نبين لك بان هذا الشيء اللي خدينا شقيناه من التكوين ديالنا ما كانش فيه واحد التسييس بالمعنى من معنى يعني المناضل ديال الكلمه. كانت عندنا يعني امور تصورات فاتحين البال ديالنا وفاهمين وتنعرفوا شنو هو الاستغلال شنو هو الاستبداد دار سين مارك ولكن ديك الكيفيه يعني ما نقولش سطحيه ولكن يمكن نقول بدائيه بريمير بدائيه ديال التعرف على الفلسفه. وبما ان الناس اللي كانوا تيوصلونا على المعلومات الناس عندهم يعني تمكن حقيقي كنا تناخذوا امور جيده جدا. ملي وصلنا انا ما كانتش الهوايه ديالي الفلسفه تتعجبني وتنطالع بزاف الى اخره كما قال ولكن الانسان يمشي الامور الدقيقه ديال الرياضيات وهذا الشيء هذا مزيان وكان مستوى مزيان ماشي الناس اللي ما عجبونيش. واحد المره واحد الاستاذ تما كان عيط على واحد الطالب معنا اللي كان مكرر واللي كان عنده يعني واحد الصعوبه في التنقل وتمشي هكا واحد العكاز وهذا الشيء هذا يعني الانسان عنده واحد عواق انسان يعني مزيان مع راسو انما ما الله غالب يعني جابوا السبوره وهذه السنه الاولى ديالنا حنا كنا تنديروا واحد السنه مشتركه سميتها ام بي سي اللي عقل عليكم فيها هي ماد فيزيك شيمي.
بينما في كلية الآداب كانت عندنا واحد السنة مشتركة سميتها بروبي دو تيتل، اللي كلشي اللي تيجي للكلية دير تاريخ، دير جغرافيا، اللي بغيتي دير تدير دابور الكلاس كومي بروبي دو تيك عاد تتوزع. تما كان عندهم هاد السنوات ام بي سي من بعد غتمشي دير نتا الرياضيات. بهدلو يعني ما عرفش يدير واحد الاجابه واحد الاوبيراسيون ودخل فيه دخله اللي من حقه يقول له بان هذا الخطا ما خصكش ديرو، خصوصا انت عندك السنه الثانيه الى اخره، ولكن ماشي من حقه يوصلوا بان toi tes congénères wadada vous explique vous avez la chance d'être là vous comprenez rien du tout regardez-vous oustad li معروف بانه هو استاد الركن تما زعما الا مشيتي تعيبتي معاه شفنا طلبه تما اللي تيقول لك انا منذ 4 سنين واخا تيقول لك انا منذ 5 سنين لان دار شي درس ما كان شي واجب ما كانش مزيان الا دخل فيه هذاك الاستاذ يقول له جو فو غاردوري 3 ans et vous allez voir و تيدير. ولكن استاذ من الشوامخ يعني الرياضيات ما عندك ما دير، انما هذا التصرف ديالو. وانا جيت مازال هنايا جبيلو مع راسو وصل للرباط وهذا والبكره وحس براسو وديك البعد شويه ديال الحس المجتمعي وسكات تما. وهنا يعني في هذا الغرفه يمكن كاين واحد 50 60 ديال الناس ولا اكثر ولا 100 ولا، وطلبت الكلمه وانا ما عارفش بان الطقوس ديال هذا الشيء هذا ما عمرك تطلب الكلمه بعدا، وحتى حد ما قالها لي ما عمرك تطلب الكلمه، لان اللهم الا عندك شي سؤال جزئي دقيق حول شي حاجه في الماده. ومن سوء حظي انه شافني طلب الكلمه عطاني الكلمه. الوغ كان من الممكن نقول له بان الفصيله اللي درت تما فعلا راه خصها تكون هنا غادي نزيد نمشي مع، قلت له ديما استاذ مع كل احترام ما عندكش الحق تكلم بالك في يعني كيفاش؟ قلت له ما عندكش الحق، انسان ارتكب خطا يمكن تصحو ولكن الاهانه بهذه الكيفيه هذه. وجاتني خالتي راعت وبقات الهضره بعدها وزيدنا وهي تقول للانسان ماشي من حقك، وانا هذاك السيد ما تنعرفوش هذاك الطالب وسابقني تما عامين الى اخره، انما جات ديك الاهانه ماشي بمحلها بالحقيقه. او السيد خلاني حتى ساليت قال لي زي بالي اسيبو مسيو وجا وسلم على الاخر جا بحالو وتابع الدرس. تخرجنا زعما وانا ما عرفش دابا انا شنو هو رد الفعل، لان ما كاين رد الفعل والو ما كاينش تصفيقات ولا حتى حد ما داها فيك قلتيها. انا عاد تعلم شنو هي في النقابه التدوين اصفقوا ما صفقوش شكون صفق الى اخره ياك احمد. خرجنا جا عندي واحد السيد هذا زعما من القدماء هذا باين عنده تما شي عامين حتى هو الى اخره، وتيكمل بيبا فرنساوي لان كنا الفرنساوي المغاربه كنا الناس نديرو لي فرونسي ايتي ايتيديون افيك نو، حتى في الفلسفه حتى في كليه الادب كانوا معنا فرنساوي. جا عندي قال لي هذاك الشيء اللي درتي مزيان لان السيد هذا فعلا هو فلطح في الامور ديالو ديال الرياضيات، ولكن هذه الاهانات اللي تيدرنا وانا عجبني حالي. وفي اي واحد قلت تيظهر لي راه بما ان جا هذا السيد تيقولها لي، وقلت له مي زعما شفت ما كاين حتى حد اللي تيحتاج. قال لي لا لا حتى حد ما غادي يحتاج. قلت له علاش؟ قال لي لانك دابا انت راه حكمتي على راسك انا واحد 3 سنين. قلت له كيفاش؟ قال لي راه حكمتي على راسك انا واحد 3 سنين مع السيد. قلت له زعما هادشي جدي؟ ها؟ قلت لا، وقال لي انا هذه العام الثالث ديالي لاسباب اخرى لان كنت النقاط ديالو ما راهش مشيت تنسول تنسول هذا والاخت هذه وفلان وكل شيء تيقول اه وي نو ولكن انت مستعد غتلقى. هذا السبب الحقيقي، وكان بجواره واحد السبب حتى هو يمكن لعب واحد الدور، هو ان ثلاث شهور هي اللي تما فهذيك الثلاث شهور في كليه الاداب
كانوا عندي اصدقاء اللي المعرفه ديالهم كانت فقط لان درسنا مع بعضنا مع بعضياتنا في طنجة. او واحد السنه قبل منا كانوا استدعونا داروا لنا واحد السفره مجانيه داروا لنا مشينا لفرنسا باريس يعني التلاميذ اللي مزيانين عرضوا لنا مشينا لفرنسا وتما درت صداقه مع اخوان اللي تاهما متميزين من كناس ومن فاس ومن مراكش الاخر درنا الاغلبيه ديالهم كلها كانت في كليات الادب تنتردد عليهم تنمشي لان مازال ما درتش صداقات كبيره في العلوم تنمشي لعندهم منهم كانت واحد بنت واحد اللي كانت يعني تدير قسم الفلسفه هي يعني عندها سنه قبل مني دارت بروبي واللي تبينت مزيانه وتتعجبها السينما وانا كنت بديت تندخل في السينما في هذيك المرحله سينما كلوب ديال طنجه الى اخره يعني قلنا هنايا ما بقى فيها ما يدار على الاقل الانسان يشوف اذا كاين شي حاجه اخرى مشينا درنا قسم الفلسفه في اخر لحظه لو كنت تعطلت اسبوع كانوا سدوا هذاك درت البروبي فاذا البروبي فاسيت مزيانه ودخلنا ديك الساعه قسم الفلسفه الى اخره في نفس اللحظه تنوجد بان كليه الاداب هي فعلا واحد البركان ديال الوعي السياسي وديال الوعي الايديولوجي وديال التحليلات فجيت انا نفسي في هذيك القضيه اللي بديت نتعلم فيها بزاف ديال الامور يعني داروا لي دي كور اكسيليري انايا اللي جيت من طنجة ومازال صغير يعني ما عندكش فين تقول بان عندك واحد الناس في النضال السياسي لا والو 16 مثلا والو مازال بيبي هذوك الناس وجدنا بانه تتعرف ديك الناس ديك المناضلين القدام اللي هو مازال ما سالش الليسونس ولكن عنده واحد 25 عام وكذا لان تيدير النص ديال القرايه والنص ديال النضال والنص ديال الحزب والنص هذا فتيدوي معاك انت تشوف واحد الانبهار وفي اين واحد تقول خصني انا نشوف رجعنا للنصوص تما الوعي خديناه من هذا التعامل الجماعي والنصوص كانت هي المنقذ المطلق ديال التكوين ديالنا فتنوجدوا بان فعلا مفهوم الطبقه مفهوم الحريه مفهوم كيفاش يكون الانسان هذا وبما ان دخلنا القسم ديال الفلسفه اللي هو القسم اللي تيتيح لك هذه القضيه هذه تنوجد انا نفسي بان ديك القراءات اللي تيعطينا الاستاذ انا تنضبلها لان كاين شغف حقيقي في التعلم بنفس الكيفيه اللي كان عندي كونترا مع الوالد الله يرحمه من اجل كره القدم هنا درت كونترا مع نفسي بان كاين شي حاجه خفيه اللي خصني نتعلمها اللي خصني فعلا نتعلمها والمدخل الاول كان التكوين اللي كان عندي انا اولا في المفكرين العرب لان حتى حد ما يجي يبقى يضر علينا في نوروج بن سينا بن ميمون وهذا الشيء كله كان تطلع حقيقي وتنوجدوا بان الان كاين واحد الإنارة جديدة اللي تجي من هذا الفكر الغربي قبل ما ندرسوه حنايا في السنة الثالثة والرابعة ديال الليسانس كنا في المستوى ديال البروبيدوتيك ديال المدخل التكوين بدينا تنمشيو طبعا ماركس طبعا فرويد وطبعا لكل ما هو موازي للفكر الماركسي اللي هو لينين اللي هو ماو اللي هو هادشي هذا ولكن بكيفية تتبقى كيف ما كان الحل وراء ماركس كاين واحد السيد واحد المفكر اللي هذه سنوات اللي قال اللي خرجوا على ماركس هما الماركسيين سو كيو ديتروي ماركس لي ماركسيست يعني باش تفهم القضيه هذه خصك تكون عشتي هذيك المراحل اللي تتشوف طاطا الراس يا قاعد هادشي كاين كتشوف انت ديك النصوص اللي كتشق من ديك العسل ديالها وتتشوف واحد اللي تيقول لك التطبيقات وانت ما عندكش واحد الامكانيه انك تقارن مازال ما عندكش ولكن عندك واحد الحس تقول بان ما يمكنش هذا الشيء اللي انا خديته من هذا الكتاب الهيوجز الالمانيه او لا الكتاب الاول ديال الراسمال مثلا مشيو الكتاب الاول ديال الراسمال مشيو لا سيكسيون نيميرو 7 مشيو لو شابيتر 23 دونك كابيتال 1 7ème سيكسيون شابيتر 23 Il y a 15 pages. Je n'ai jamais lu de ma vie quelque chose d'aussi intelligent sur la compréhension de la société et de l'homme. Ma amre hayati qrit chi haja adka mimma katabahu Marx fi juz' al-awwal section 7 chapitre 23
يعني 15 صفحه 12 كاع على الرد العقليات، تتشوف بان هذاك السيد عطاك واحد الزبده، واحد العسل ديال الا ما بغيتيش تفهم كيفاش واحد المجتمع تيدور حول نفسه، كيفاش تينتج، كيفاش كيستغل، وشنو هو اساس الاسس ديالو اللي هو الانسان واستغلال الانسان، ولماذا يعني تيمكن لك في ربع ساعه ديال القراءه الا تعثرتي بزاف وبقيتي هذا نص ساعه ديال القراءه تتعتر بان هذا السيد هذا ماشي عادي. هذا الشيء اللي كنا حنا تنشتقوه من تما، من هذا الكون المطرق ديال الراس مال ديال برك الجزء الاول، كان واحد تيجي وتيقول لنا بان وفعلا هذاك السيد اللي تيدوي معنا ايديولوجيا نضاليا ماشي على خطا، لا، ولكن المشروع الابستيمولوجي المعرفي ديالو ماشي هو المشروع المعرفي اللي انا كنشتقو مباشره مع كارل ماركس. لهذا غير غادي تناقشوا على الماركسية ولا اخره، يعني انا كنعتبرها من واحد المعطى انساني من اهم المعطيات في التكوين للفهم العالمي بدون نقاش. الان تيمكن تواجهني تقول لي وستالين فعلا وشنو دار هذوك يا بير، تيقول لك هذوك الناس ديال كامبوتشيا اللي وقع هادشي كله تعمل باسم كذلك، ما كناش نقولوا شحال ديال الامور تعملت باسم المسيحيه، ما كناش نقولوا شحال من الامور اللي دارت باسم الاسلام في بعض الاحيان. واش هذا الشيء كيكون نقيض من كل الفلسفه اللي هي متواجده يعني في 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 في, 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 في الجوهر ديال الاسلام او ديال المسيحيه؟ لا. واش الماركسيه بهذه الحاله هذه ديانه؟ لا، انا ما سندوش على الماركسيه، سندو على ماركس. سي با لو ماركسيزم. حتى الا قلتي لي انا شو ماركسي نقول لك شو ماركسيان، ولا مشيتي تعمق في هذا السيد هذا تيعطيك ايليميناسيون فورميدابل. نفس الشيء غادي نقولوا على فرويد اللي ثاني يخرج هذا قلت لك لا شعور وهذا يعني كتسمع امور اللي هي في منتهى السذاجه حول واحد الانسان. الى قريتي مقال واحد ديالو كتبوا في 1917 حول مآل البحث ومآل الفهم والتطور العلمي اون 5 6 باج، تتقول الانسان ده هي ما تقولش هذا ولا ما تنساش بان من الاطريش وهذا ولا يا انسان داهية. غير تاخذ بن رشد هنايا بن رشد كيفاش يمكن لك تقول بان بن رشد ماشي من الدهات ديال الفكر الفلسفي المتعمق، بينما كان هو فقيه وقاضي ومستقر وعايش مستوى عالي لا في الاندلس لا في المغرب، مع طبعا كل المشاكل اللي وقعت مع الناس اللي باغيين يعلقوه اللي باغيين يذبحوه اللي باغيين هادشي هذا، ولكن تيكتب فصل المقال كتقرا فصل المقال قصير تتقرا تتقول سبحان الله هذا السيد هذا. الحوارات ديالو مع ابن ميمون ميمونيد وهذا الشيء كله في الاندلس ما بين غرناطه وقردوبه الى اخره، يعني نقاشات من اعلى ما يمكن ان ينتظره الانسان من انسان. يعني كيفاش يعني تبقى انت تدخل في واحد العصاه في واحد العاصفه ديال السب وديال هذا الشيء هذا في واحد الانسان يمكن كاع ما قريتيش اربعه ديال الصفحات ديالو. فغير تتاخذ هاد ماركس وهاد فرويد تتاخذ بن رشد مثل من منع النظر في كتب الحكمة لمن هو أهل لها من أجل أن قوما من أراذل الناس يظن بهم أنهم ضلوا يظن بهم أنهم ضلوا من كثرة المطالعة بها. مثل من منع العطشان شرب الماء البارد العذب حتى مات من العطش، لأن قوما رشقوا به فماتوا. شوف دابا الحكمة، فإن الموت عن الماء بالشرق أمر عارض وعن العطش أمر ذاتي وضروري.
هادشي اللي بغيتي تذكرها يا اختي. كيفاش بغيتي واحد السيد اللي يعني في القرن الثاني عشر واللي في النقاشات ديالو مع اليهودي بن ميمون كيفاش يمكننا نفكروا في واحد التوحيد ديال المناهج ديالنا الى اخره، هاد الصراعات الذهنية العظمى كانت عايشها هاد السيد. غادي يجي واحد هنا قال له عاين ما خرج من الجامع ومشي ذبحو، غير هذا الشيء في الاندلس يعني كده. مثلا الانسان اللي اليوم غادي يقول لك انا هذاك بن روش وهذيك ماركس ديالكم الى اخره، شنو هاد؟ يعني حنا سنعرفوا بان الامور اللي كتقدم في الدنيا بكيفيه رجعتها فيها هو الجهل، هذه سنعرفوا، ولكن ماشي ترى الدرجه هذه، ماشي هذا النكران ديال كل ما قدم من جميل لمن؟ للانسانيه. انا بن روش بالنسبه لي داخل في الانسانيه، وعسى ما نمشيو لبنو خلدون. بنو خلدون كاين مقاطع تاع الدين الراسي اللي من اذكى ما كتب في الفكر العالمي، غير تيكون هذا الشيء هذا كله عندك طبعا تتبقى انت كاين واحد الرغبه وان تفتكر خطا يمكن بان هذا ما تاخذه من علم ومعرفه يعني يؤدي بك الى نضال حقيقي. من اجل شنو؟ شنو تايد يعني الانسان اللي عنده 18 عام مثلا تيرغب فيه؟ من اجل الناس، من اجل العداله، من اجل المساواه، من اجل الحريات الى اخره. الى واحد السيد عنده 18 19 عام ما كانش الهم ديالو والشغل ديالو الشاغل انه يخدم في هذه المصالح ديال الحريه والعداله الى اخره، وكا عباد الله ما تبقاش تنتظر منه حتى حاجه. الى في 18 19 ما كاينش هاد الرغبة في أنك تشارك الناس معك وتشاركهم في معناه ما بقى ما يدار، يعني ما غنصدرش أنا تدير 80 عام غتقال لي وأنا تيدار لي خصنا ندافعوا على الحرية. يا خويا هذاك الشيء راه سالا، راه سدات مادام دابا أشنو؟ فإذا في ديك المرحلة هذيك طبعا كان لابد من النضال، لابد من آخره. وفعلا الفكر ديال اليسار كان أغنى وأقرب إنسانية، وكان ديك النبذة الإنسانية أساسية في هذاك الفكر. علاش؟ شنو كان حنا تعجبنا في هذه القضية ديال اليسار؟ البعد الإنسي لا ديمونسيون هيومانيست، احترام الإنسان، يعني وتتوظف أنت هذيك المعلومات التجريبية كلها تتمشي تقول دفاعا عن حقوق الناس، حقوق هذا آنذاك الحقوق كان يدافع عليها بنفس الصيغه تقريبا او لا بصيغه اقوى. انا كنقول الد حول حقوق الانسان، حقوق المراه، الاختلاف في الراي، الاختلاف، هذا الشيء هذا انذاك، رغم ان الظاهر اللي كان متمكن من نقابه الى اخره كان شويه ستاليني، وحنا عندنا الحق الناس ما عندهمش الاخر. من هنا دخلنا بكيفيه طبيعيه جدا الصراعات النقابيه، صراعات النقابية، خصوصا أن في طنجة كانت واحد الخلية، واحد السكسيون قوية جدا اللي كلها دخلات في هذا الفكر اليساري، واللي غير وصلوا للرباط يعني خدمنا مع بعض اليسار بكيفية سلسة، ما كانش ضغط. أنا أعاهدكم ما كانش أي ضغط، وهذا إخوان هنا كاينين اللي شاركوا في المرحلة هذه إلى آخره، ولكن كان نقول الكلمة كان إيمان، كان إيمان حقيقي بأن الواقع يمكن أن يغير، إيمانا بنا بهذيك الشروط العامة ديال العصور التنويرية، لأن كنا قرينا كذلك ليزونسيكلوبيديست، قرينا ديدغو، قرينا دولباك، قرينا هيغل، وتنعرفوا بأن ما بين فواحد المرحلة معينة بنفس الكيفية بأن إيطاليا اخترعت النهضة لا رينيسانس، اخترعتها من ألف لمالف، صنعت إنجلترا، يعني هذه الأمور الآن التاريخية بنفس الكيفية اللي إيطاليا صنعت النهضة، بنفس الكيفية بأن التلوت ديال فرنسا إنجلترا ألمانيا صنع لما يسمى بالأوف كليرونغ، أي عصر النور الأنوار. شنو هو النور؟ نور واحد اللي كاين العقل، وهذا العقل تيقول لك هو ثلاثه ديال الاسس اللي حنا يعني اشتقيناها من هذه النصوص واستنبطناها باش نديروها في الحياه ديالنا. هذه الشروط هي واضحه، هو ان العقل قابل، العقل
يفهم كل شيء. لأن الواقع مفهوم. لا رياليتي إت انتيليجيبل. الواقع راه تفهمو بالعقل. إذا كان الواقع مفهوم، النقطة الثانية يعني لاكسيوم الثاني، إلا كتفهمو يمكن تغيرو. دونك لا رياليتي إي بيرفيكتيبل. هذه من الأسس، هذا التالوت ديال لوف كليرون. إذا قابلة للتغيير. هادشي كله فعل العقل على الإنسان يفهم لأن الواقع قابل للفهم، يغير لأن الواقع قابل للتغيير، ويدل عن ذلك كل سلسلة ديال التغييرات اللي وقعت في العلوم إلى آخره. والقطب الثالث هو أن بما أنه مفهوم وبما أنه قابل للتغيير، فالإنسانية كلها باستعمالها هذه الأداة المشتركة هي العقل سوف تأترف جميعا يوما ما، ويكون يعني هذا التعاضد المطلق ديال الإنسان يسكيزابل لا لوا دو كونفيرجونس. هذه الأمور اللي حنا من بعد قريناها والآخر وصنفناها والآخر عشناها بهذه الكيفية هذه اللي كانت نظرية، واللي فعلا بما أن كان عندنا تكاثر ديال الناس ديالنا إلى آخره، وكنا تنهضرو في واحد الحزب آنذاك لأن كان هو المدخل اللي تيسمع هذا اللي كان سميتو آنذاك البيريس، شكلنا واحد القوة اللي كانت مهمة واللي كنت أنا بها، وكنت أنا كنت نائب الرئيس واحد المرحلة ديال لونيم المركزية، إلى أن حسنا بأن هذاك الشيء متجمد. أبغى نقول لك الأمور كما هي متجمد. فتم القول بهذه الفكرة ديال التجميد إلى آخره، وعوض ما يكون نقاش ولا هذا إلى آخره، تم طردونا كلنا كاع أنا مجموعة كل يا كاع عزيز على كلنا لا خرجنا ما بقاش كاع ما يتشاف هذا. فتما وقعت أمور اللي هي يعني انقسامات إلى آخره، كاين اللي مشى واحد التطرف اللي هو تطرف تطرف، كاين اللي مشى تيقول لك خصنا نفكرو، كاين إلى آخره. وهنا وصلنا للحدود ديال 70 اللي قلنا يعني ما بقى ما يتعمل. وقعت القضية ديال بزاف ديال الإخوان اللي يعني عندهم واحد الوعي عندهم إلى آخره، وباغيين واحد الفكر، ومنهم كاين الناس اللي تما بدينا العمل الحقيقي، رغم أن المشاكل الحقيقية الصعيبة غتبدا حتى 72 تقريبا إلى آخره. أنا تما درت واحد الاستراحة اللي رحت فيها لبيروت، لأن كان من النضال الثاني اللي كان عندنا جميعا آنذاك هي فلسطين. فلسطين كانت هي القطب يعني النضال الأول كان داخلي والتناقضات والطبقات إلى آخره، والنضال اللي كان موازي لهذا هو فلسطين. فأنا مشيت لبيروت درت تما واحد المتحف الصراحة العام ونص إلى آخره. بعد ما رجعت كان الموقف ديالي اللي الإخوان كلهم كاين اللي يتفق عليه وكاين اللي متفقش، جات قلت نضالي الوحيد سيكون نضال ثقافي، وتنشوف بعيني داك الشيء اللي غادي اللي وقع واللي غادي يوقع. وتما بدات امور اخرى اللي لا يحسن عقباها، بدات الانسان لان وزع منشور تيمشي 15 عام، وقال سلوغون تيمشي 12 عام، يعني من اصعب المراحل لهذا. وانا مباشره بعد ما رجعت تما كنا شكلنا مع مجموعة ديال المناضلين أخرين كذلك من هذه الحركة هذه، كنا ضمن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية اللي في بضعة سنوات أصبحت أكبر مجمع من النقاش الحر والوعي بالمشاكل ديال المجتمع لمدة اللي بقيت سنة فيها 10 سنين، يعني من 73 72 73 إلى 83. فهذا هو يعني بكيفية إجمالية بلا تدقيق، لأن هذيك الساعة غنعس هنا. هذه المرحلة اللي خداها واحد الشاب اللي خدا البكالوريا من طنجة وعاش الأمور هذه، واللي أدت إلى استغلال هذاك التكوين اللي كان دارو من مدينة طنجة ومن خلال الأندية السينمائية الفرنسية، استغلاله لهذا التنظيم ديال الحركة السينمائية في المغرب من 73 من 83، ومن بعد تابعوا بعض الإخوان اللي جوا من بعدي واللي تابعوا الجامعة على حدة. ما عرفتش لأنك تجيني إشارات لأن ربما الوقت المخصص لهذا اللقاء المفتوح مع
نور الدين الصايب ربما استنزفنا، ولكن بغيت غير نشير كان عندي واحد ثلاثه ديال النقط اللي كنت باغي نشوف الراي ديال نور الدين فيها، وان واحد المرحله معينه يعني كان واحد الخطاب متفتح جدا، حتى الخطاب الديني يعني كان متفتحا الى حد كبير. كنعطيو غير نموذج ديال كتاب اصول الحكم في الاسلام لعلي عبد الرزاق عام 1925 الذي يفصل الدين عن السياسه فصلا قطعيا وتاما، وواجه العديد من الانتقادات فالحكم على هذا الكتاب. في نفس المرحله يعني بعد سنتين بالضبط عام 27 غادي الف طه حسين كذلك الشعر الجاهلي اللي كان هو خلخله ديال واحد المجموعه ديال القناعات اللي كانت راسخه. وغادي في عام يعني في 37 غادي يكتب اخطر كتاب على الاطلاق في تصوري اللي هو لمستقبل الثقافه في مصر، واللي دعا فيه الى تخليص مصر من قومجيتها والانتماء بكليتها الى حوض بحر ابيض المتوسط. والغريب هو ان مؤرخا او مفكرا كبيرا اللي هو فيردينون برودين سيخصص هذه الحوليات يعني لي زانال لهذا الموضوع الهام اللي هو ما هي الخصوصيات التي تجمع ساكنة حوض البحر الابيض المتوسط. كان بودي ان اطرح هذا، لماذا هذا المد هذا الفكر التنويري لم يعرف مدا وتم الاجهاز عليه يعني بشكل نقوصي، يعني بدا للمجال يبدو لي تيارات المتخلفه فيما بعد. ثم كان بدي كذلك باش نسير معاه واحد القضيه مهمه جدا ما كنتبهولهاش احنا، وان المغرب ينتمي الى القاره الافريقيه ولا نعرف عن القاره الافريقيه اي شيء، يعني باستثناء الجزائر وتونس وليبيا كذا، ولكن القاره الافريقيه يعني في عمقها لا نعرف عنها شيئا. الشيء الذي سيجعل نور الدين يعني يخلق واحد التقليد كان عنده طموح مهم جدا اللي هو المؤسسه ديال مهرجان السينما الافريقيه، وكان سباقا الى هذا يعني قبل ان تتبناه مؤسسه منتدى اصيله عندما يعني بدات تستدعي مجموعه من الافارقه في اطار المنتدى العربي الافريقي. كذلك كان بودي ان اتلمس منه وجهه نظر فيما يتعلق بالمحور العام لهذه الدوره تحول القيم في العصر الرقمي. كان بودي ان ارى وجهه نظره في هذا الموضوع، اذا كان شي ملاحظه دقيقه يعني او مركزه حول كل هذه القضايا يمكن ان نستانس بها، والجمهور كذلك بودنا ان تشكلوا طرفا من اجل طرح بعض التساؤلات على ضيفنا العزيز السي نور الدين الصايب. انت عرفت دير لنا الشيوا تقول لنا غادي نسالي هذا بحال الانسان تيدير لك ديك الطابه وفي الاخر تيقول لك بغا نسدو سي با بوسيبل. ف الى غادي ندوي انا يعني كاين رغم السفر والطيران هذا يعني، ولكن الى قلت لنا بان ريال ولا سنديميان انا سنخسر وني دابا اعطيني الوقت غنقول لك. نوردي فعلا حل هذا اليوم بارز لا غنقول لي شنو الوقت دابا اللي هذا باش نضم لكم فوقاش غنسدو. خصني نشوف هذوك اللي كانوا كيقولوا لي دابا ساعه هكذا من العشاء. ايوا قول لهم يبينوا يبينوا الهويه ديالو. لا غير باش يكون تقريبا زعما باش ما نطولوش في الكوابه. جوج مازال جوج. باش ما نتيروش ديك القضيه قالوا لا حلقوا قالوا لا زعما باش نبقاو. لا يعني انت طرحتي مجموعه ديال المشاكل اللي فعلا كلها عندها أهميتها وعندها قيمتها واللي ما يمكنش الإنسان يعني غادي يبسطها هكا مرة بالكرام. غير تتقول بأن القضية ديال مثلا الفكر العربي ذكرتي طه حسين بالخصوص
الشعر الجاهلي مثلا عارف شحال ديال الناس قراو هذاك الفيلم هذاك يعني واحد هذاك اكليل من الذهب هذاك الكتاب يعني سيسيلي واحد واحد الذكاء واحد المعرفه هذاك الانسان يعني اللي تشوفو ما تيشوفش تيشوف اكثر من اي واحد الفهم اللي داير هذاك الشعر الجاهلي وهادشي يعني ما يمكنش يتلخص الانسان يقرا اللي ما قراش طه حسين اخوان اللي دويت عليهم كلهم يعني من الناس اللي حاولوا في واحد المرحله معينه يفسروا العالم العربي والعالم المتوسطي بان كلنا غادي نربحوا اذا استعملنا هذه الاداه الحقيقيه اللي عندنا اللي هي ديال العقل كاينه ولكن هذه القضيه غير تنقولها راه كلشي متفق عليها كلشي كاين شي حد انا يقول لك لا سيدي ما استعملوش العقل ما يمكنش لان اولا الاسلام بريء بريء كل براءه من كل ما تيضمنوه من معاني وهذا وتضرب اسئله اخر ما كايناش القضيه كاين بزاف ديال فرضيات العمل لي هيبوتيز دو طرافاي حنا شنو المرجع ديال المسلم شنو هو المرجع الاساسي ديال القران الكريم ياك هذا متفقين عليه ونمشيو للقرن الثاني الهجري اللي ما بين الاول والثاني اللي تضبط ما يسمى بالتشريع الشريعه يعني هذا الشيء راه 150 200 عام بعد الوفاه ديال النبي صلى الله عليه وسلم كاينه القضيه تتشوف كيفاش جات الركن الثاني اللي هو الحديث يعني انا سنجي معكم القضيه بجديه يعني يقول لك اه لا هذا رجع فقيه لا فقيه كاينه القضيه علاش لان تمشي النصوص تتاخذ مسلم رضي الله عنه تتاخذ نسائي تتاخذ يعني ست المستندات الاساسيه بما فيهم البخاري طبعا تتاخذهم كلهم هادو كلهم القرن الثاني الهجري كلهم خذ التواريخ ديالو ديال الوفاه سم بن ماجه الترمذي هادو كلهم القرن الثاني عشر القرن الثاني الهجري هادو كلهم عندهم واحد التكوين اللي تكوين فقهي عظيم اللي مشتقين من الواقع داش ديال الجزيره لا ديال العراق ديال بغداد تكوين حقيقي تاريخي وتكوين متلائم مع الفكر اللي كان قوي جدا انذاك فارس الفكر الفارسي اللي عطانا ابن الهيتام وعطى هاد الناس اللي حنا تنقولوا شوف الايام ديال العين راه ما كاين لا جزيره ولا محزن كاين فكر للتعامل ديالو المنطقي القوي العقلاني كان التلاؤم في ارض العراق نقولوها الشام لا تقول لا مع بعد فارسي واحد البعد اللي من بعيد جاي اللي هو يهودي ولكن ما دخلش هو في القضيه ديال العلوم والفكر الاساسي اللي هو ديال الاسلام ديال القران الكريم هذاك القران الكريم التعامل ديالو مع هاد الناس وبالمعطيات اللي خديناها من فارس واللي خديناها من العلوم انذاك عطاتنا علم حقيقي يعني انبثق من هذاك التربه الاسلاميه المحضه جاءوا المشرعين اللي بداوا فعلا تيحاولوا يعني يوافقوا ما بين المعطيات ديال الدين والمعطيات ديال الدنيا في هذاك الواقع هذاك لان كاين اولا تاويل القران وكاين امور اللي ما ورداش اللي خص الانسان يشوف فيها الى اخره اول اللي غادي يجي الفكر هي السيره النبويه شنو كان تيدير الرسول في هذه المواقف هذه الى اخره وهنا ظهرت يعني مدارس ودار وتحقيقات كاين الصحيح كاين المتوسط كاين الاخرين ماشي كل الاحاديث الناس مدعين شو تعرفوا هذا الشيء هذا يعني دار علم جديد علم الحديث اللي عنده هو الاختصاصي ديالو على اخره هذا الشيء كله كاين الواقع ديالنا ما يمكن يتبنى الا على هذه الامور الامر الاساسي القران الكريم القران الكريم الانسان تيمشي تيدرسو تيشوف فيه الى اخره اشنو يمكن ياخذ منه ويستنبط منه فيما يخص ديك التوافق ما بين العقل تيقولوا الاخرين ولا العقل اللي حافظ القران فيكم غيمشي غير الى يعني كيمشي سوره المائده
سورة المائدة حوالي 45 46 47 تما، وتشوف اشنو يعني واحد التصور من التصورات الأساسية ديال الإسلام تتقول فيما يخص هادشي اللي تهمنا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق اسمع مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. شي دقيق، أنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني الإنجيل وديكشي اللي فاتوا، مصدقا ومهيمنا. هذه الأولى بعد اعتراف وتجاوز بالمعنى الهيجري ديال الكلمة تجاوز. فاحكم بينهم بما أنزل إليك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة اليهود، ولكن ليبلوكم يعني ليمتحنكم، ليمتحنكم فيما أعطاكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. من منكم سيقوم بأكبر أعمال الخيرات في هذه اليوم؟ فاستبقوا الخيرات. شوف الجملة العظيمة الأخيرة، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ما قالش يا أيها المسلم لما اتبعت شرع القضية مشينا، يا أيها لا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فهمتوا دابا شنو هو الإعجاز؟ واش أمام الآية هذه مازال شي حد غادي يقول لك نمشيو نذبحو؟ طيب والله، واش العقل ماشي هو ركيزة من الركائز الأساسية ديال هذا الدين هذا؟ ماشي يلا سيدي انتقد لي هذا الشيء هذا بالبيان والدلائل، يلا قول لي هذه الآية ديال سورة المائدة لا ما فيها ما صافي تعيام الدير هنا، يعني كيفاش السياق ديالها أسباب النول والو يا أخي، والو وضوح يعني من أوضح وأذكى وأكثر عقلنا في فهم الواقع وفهم الإنسان وفهم الديانات واختلافهم هذه الآية هذه ديال سورة المائدة. فغير تنقول لكم راه هو بريء على بعض الاستعمالات الإيديولوجية يعني أكاد أقول المراهقة، هذا هو. وآيات أخرى، آيات يعني يمكن نقصر إنسان يعطي آية فلانية يعني كاين بسورة البقرة أشياء يعني. على كل هذا هو الأساس للإنسان يمكن يعطي كمحاولة إجابة أولية على هذا الشيء اللي وقع. أشنو وقع؟ غير تيقول الآخر لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم من الأمم؟ كان هذا هو السؤال اللي بدا فيه هذيك أرسل. تقول لأن كانت بعد سوء فهم لأمور اللي هي أساسية في المتناول ديال المسلم. ما كناش عاوتاني إحنا ملائكة، لا، لأن السلطة في مرحلة معينة، وهذا الشيء بدا في بغداد بعد الخليفة عبد الملك، بدا بأن كل واحد خصو يدير الجلسة ديالو، ولكن بناء على معطيات اللي الدين خصو يقول له عندك الحق ديال الاستعمال. ولكن حتى حد ممكن يستعمل بعض الآيات ديال القرآن بواحد الكيفية اللي بدائية، بدا تيدخل هذا ويجيب هذا وقال لك ديك المعتزلة، بعد المعتزلة كانوا ما يسرون العاقل، هذا يلا قول طلع هذاك أحمد بن حنبل الإمام أحمد قال لك هادشي ما يمكنش يشيو المحنة، ودخلنا لك ديك ساعتي فالمذاهب هذا تحلل هذا. الأساس هو أن السلط المتتالية ديال الخلفاء احتاجوا في مرحلة معينة لترجمة مبادئ أساسية للدين إلى مصالح سياسية ليست بالحتم موجودة في الدين.
ومازال سنأديو ثمن هذه المشاكل هذه. جات طمع كبرى أخرى لأن الضعف ديال الجسم من الداخل والإحلال دياله في عدم فهم المعطيات الأساسية دياله سهل عملية ديال الاستعمارات المختلفة. واش الاستعمار غادي يجي وغادي يجي يركز لك انت ويوطل لك الثقافة ديالك؟ طبعا لا. فالأزمة الأولى هي عدم الفهم الحقيقي ديال المسار النظري ديالنا اللي يمكن نصمتوه من الدين كذلك. وجات الأزمة الثانية اللي هي ديال الاستعمار اللي جادت حتى هي دارت وما دارتش الى اخره. طبعا كاين مخلفات داروا لك دي زيموبل ودي تري اخره، ولكن كان تهديم في واحد المرحله يعني اللي حنا كنا ديجا فيها ضعفاء ايديولوجيا. جاء الاستعمار ودار عاوتاني اللي بغا ومشى وخلاك انت. جات الاستقلالات ومن جا الاستقلال بزاف ديال الامور. انا اقسم لكم بالله القضيه ديال هذا الشيء ديال اللغه الى اخره، تصوروا ان سنه 56 جي دولة مغربية ما عمرو كان شي ائتلاف اللي كان في المغرب آنذاك، حنا كنا أطفال زي محمد الخامس إلى آخره، ائتلاف مطلق حول الفكر الملكي، الشرعية الملكية، قوة ديال الدولة إلى آخره، وتصوروا أن آنذاك يكون خطبة حقيقية منظمة يقول لك أسيدي حنا مازال عندنا مازال يعني هذا الشيء فتى، احنا مازال صغار عاد بدينا، ولكن تناخذوا واحد اللجنه اللي غتكون لجنه عظيمه غادي نحكموا على نفسنا بان اللغه اللي غادي نستعملوها هي كذا عربيه والامازيغ واللي بغيتي. وهذه اللجنه غتعطينا النتائج ديالها من دابا 5 سنين، في انتظار ذلك الامور تبقى كما هي. كان القرار اتخذ باننا غادي نعربوا كل ما عندنا معطيات وواحد اللجنه علميه حقيقيه اللي تعطاها السلطات دير هذا الشيء. هذا بقي 56 و 60 و 65 و 66 قد تكون بامريكا. كاين واحد الدوله دارت هذا الشيء، هذا كانت عندها لغه ميته، ماشي اللغه العربيه، لغه ميته اللي هي العبريه. عطاو جوج ديال اللجان اللي اشتغلوا واحد 10 سنين 15 عام، في انتظار ذلك كانوا تيخدموا بالانجليزيه وداروها كلها بالعبريه. ماشي من المستحيل. فكيفاش يمكن لك انت في سنه 2019 تحل مشكل اللي تطرح في 1956؟ ودابا غتقول لها شي اخر تقول لك لا هذا لغه المستعمره، تقول لك كذا، والله لو وضعوا الشمس مالنا اخويا. هذا ما اسمي انا بالنقاش هستيري، نقاش هستيري. اشنو هي الهستيريا عند فرويد؟ الهستيريا عند فرويد هي الا عصبتيني مزيان وباغي نهرس لك وجه تنعطي ضربه للطاوله با انت شو هادشي مثلا تكون واحد المره طلع على هاد الشبره صح على رجلها ولا الراجل ما عملش عليك الطاوله ما دايره والو مسكينه هذيك الطاوله والو. ولكن الضربه الهستيريه هي ماشي موجهه للطاوله. فاحنا عوضا ما نشوفوا شنو هي المشاكل الحقيقيه تنمشيو للهستيريا. اللغه اللغه مسكينه بريئه ما عندها حتى. شوف اشنو هي الشروط والضوابط اللي جعلتنا الان في 19 تنطرحوا المشكل ديال اللغه على انه المشكل الاساس. راه ماشي مشكل اساس. ايوا والله مع كل احترامي الناس اللي عندهم مواقف الى اخره والزعماء الى اخره منهم بكل احترام، راه هذه الهستيريا هذه ماشي في مصلحه اي واحد. عكس ذلك تقول واخا سيدي دابا نضروا نديروا هادشي لان ما عندنا ما نديروا. واش يمكن نعطيو لنفسنا واحد الامد ديال 5 سنين ولا 10 سنين ونديروا هاد اللجنه فيها 20 ديال الاختصاصيين ديال اللغه وديال الرياضه ديال الكمسة ويخرجوا لنا بواحد النموذج اللي به غادي ننطلقوا لتعليم حقيقي ومتدرج؟ يعني غنبداوه ليكول لافون بريمير هذيك نبداوه يعني في هذيك لو بري سكولير ونبقاو طالعين بهذه الكيفيه هذه. يعني تناخذوا 18 عام باش نخرجوا فينالمون بواحد الناس اللي عندهم تمكن. غير تقول هذا الشيء تقول علاش؟ راه هذا الفكره ديال نبداو من بري سكولير حتى البكالوريا انا مدافع عليها يعني باستماته داخل المجلس الاعلى.
وما فوتنا هذاك القانون ديال كل هذا هذيك لا ماشي القانون الاطار ولا هادشي بريسكولير ما تفوت الا بمشقه لان كلشي تيقول لك هادشي صعيب الاخر لان الانسان باغي النتيجه غدا si vous voulez arabiser de façon scientifique on commence au préscolaire et 18 ans après vous avez des gens qui vont sortir complètement arabisés complètement حسب هذيك اللجنه وحسب 18 عام يعني انا خدام تنقول لكم الان يلا اخوان اعطوني 25 عام et bien moi si quelqu'un propose ça je lui donne 25 ans على اساس ان يكون هذا التزام حقيقي لا رجعة فيه C'est la seule façon, c'est la seule. C'est la seule. Amada ou le cas ou l'assassinat après, ça, c'est comme quand tu mets un sparadrap sur une jambe en bois. Il y a un chum ou tu as un sparadrap, ça ne sert à rien. Il y a un peu de choses avec tel fait. On peut toujours améliorer. Améliorer dans le sens, mais Anna, ça va être bilingue. Voilà qu'un libra, ça arrive, hakiki, là, ma femme. C'est une opération qui est scientifique. Dira, on a mis des rages. Voilà qu'il m'a pas, elle est rage, ma femme, elle est chère, elle est chère. Mais est-ce que je suis là, Anna, libra, elle est chère, 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 elle C'est tout. C'est tout. واش يمكننا ندخلوا القضيه ديال الاختيارات الاساسيه كمثلا التعليم واللغه في واحد المنهج اللي هو انتخابوي محض علما بان الانتخابات كما تيقول ابن رشد شيء عارض بينما التعليم شيء ذاتي وضروري والله يعني كيفاش واش هذا الشيء هذا فهمتوا الناس كيفهموه ولكن علاش ما تجيش تقول غادي نتخذوا هذا القرار مثل دول اخرى تحدث القرار ونجحات وعندنا الدليل وماشي هذيك وهذه الدوله دابا دابا داير لنا 1-0 وحنا ساكتين زعما ما عندك ما دير وبهذا الرقمنه بما ان دوسي على الرقمنه راه الكارثه اكبر واكثر اكبر واكبر علاش لان اولا احنا ما اخترعناش التليفون ما اخترعناش السمارت فون ما اخترعناش الركمانه ما اخترعناش احنا المستهلكين العظماء الى اخره كل هذا تسوق امريكا اللي كتحكم والان الصين راه الركمانه تعطي توهيم الركمانه تعني بها التطبيقات ديال الركمانه بما فيها السمارت فون بما فيها لي ريزو سوسيو داك الشيء هذا تعطيك التوهيم بان فيه ديمقراطيه حقيقيه لان كل واحد يمكن يدوي خطأين الخطأ الأول هي أن ما كاينش ديمقراطية حقيقية كاين فقط الإعلان على ترسيم الجهل على أنه يعيش حياته في هذا البلد السعيد دليل عن ذلك هو أن السبان لا يتصور لو كوراج دي جون كي انترفيان دون لانونيما لو بلو توتال يعني ما كاين غير بنو عنتار وخدام تيسب ويصرخ فيك ودابا نخرجوا من هنا غنسمع على السبان وعيني معتاد السبان شكون هذا يعني ما كاين لا وجه تناقش معاه لا معلومات اللي غادي تنضبط معاها لا نقاش عباد الله النهار اللي تمشي لنا الطاقه ديال النقاش راه حنا عدمنا نفسنا واش تتناقشوا في هاد لي ريزو تتسبوا تنشوف انا ما عندي شغل ما عندي ريزو سوسيو والو عندي واحد لابليكاسيون وحده لان تتهمني بالتليفون الى اخره هي واتساب وعندي مجموعه قليله ديال الناس تتحاور معاهم سي لا سول اما هذاك الشيء ديال لي زوتر ريزو هذا السيد لا هو الفيسبوك هذاك هاد الامور كلها سي كوم لا لانغ دي زوب تستعملها ايجابيا او سلبيا وكلما كان الجهل كيتقدم الا كتستعملها سلبيا اون بو بيان يوتيليزي لي ريزو اون بو دابا انايا مثلا غنعطيك شي سميه انت ما عمرك سمعتيها تاخذ التليفون تديرها في جوجل تتعطيك سي مانيفيك سي مانيفيك انايا باش نحضر محاضره قبل كان خصني نخدم دابا بغيت مثلا نعرف واحد الفيلم خرج لي من بالي ديال تاركوفسكي تندير فوالا ستالكر ديال تاركوفسكي تيخرج لك الى اخره تيعطيك شنو هذا السنه شكون اللي عمل الملخص سي مانيفيك
يعني الدخول للحق المعلومات سي اكستراوردينير سو كون بو فير. ولكن واش غادي يمكن لك انت تمنع الناس بان يبغوا يستعملوا غير الابعاد الايجابيه؟ لا. وهذا الشيء ولو تكون واحد الدوله متقدمه، ما تنقولش انا هو الجهل يعني انا شغال، ولكن تاخذ دول اسبانيا فرنسا ايطاليا الى اخره، كل شيء تخاف من هذه الابعاد اللي هي يعني في بعض الاحيان نازيه ديال الضغوط اللي تستعملها الانسان في الريزو سوسيو كل شيء. غير تنجيو لبلادنا لان اللي تهمنا ماشي فرنسا، اللي تهمنا هو انا. تتعطي لواحد المجموعه ديال الناس اللي النسبه ديال نقولوا اما الجهل او نقولوا يعني ما كاينش واحد التمكن حقيقي من بعض المعطيات اللي هي اساسيه قراءه كتابه فهم تفكير الى اخره، ستعطيه انت هذه القنبله في يديه. واش غادي يمشي يقلب لك على تاركوفسكي او لا شي حد يفسر له واحد علاقه رياضيه يعني غادي يدير بها هذيك الشهوه ديال الفهم. الشهوه انا جاي في القطار الوغ جيتي اون كونسولتي وتنشوف واحد اون فورمول ماتيماتيك ابسوليومون اكسترامونيير بيل تتشوف واو كي دار لها با ديمونتري غير الجمال ديالها. تتاخذ اكسبونونسيال دو اي بي موان 1 ايغال 0 راه ساعة وربع وانا غادي بها. سي مانيفيك سو انترنيت. الناس اللي تيعجبهم ماتيماتيك يا دي فور فو سافي با ماتيماتيك يا دي فورمول كون با ريزولي دوبي 17 سيكل القرن السابع. هاد الشيء ديال جوجل ici mais c'est un professeur extraordinaire. C'est mal. Alors tu nous le dis. Avec exponentiel, il y pi moins 1 égale 0. J'ai trouvé d'abord la formule belle. Alors, il a dit que le e d'exponentiel, c'est l'analyse mathématique. Le i, c'est l'algèbre. Le pi, c'est la géométrie. Le 1 et le 0, c'est l'arithmétique. En une formule, vous avez l'essence des mathématiques. Bon, maintenant, si vous me demandez de la démontrer, là, et là, c'est quoi là-dessus. Mais le résultat est beau. Est beau. Si vous prenez la liste des chiffres naturels, c'est-à-dire vous allez de 1 jusqu'à l'infini. De 1 jusqu'à l'infini. Même la somme d'Yellow. Je l'ai appris il y a à peine 2 mois, en Allemagne. Tu fais la somme de tous les chiffres. Vous savez quel est le résultat? C'est moins 1 sur 12. S'il y a ici des mathématiciens, là, ils seraient les premiers étonnés. Je vous demande de faire le calcul. Pourquoi? واش حنا وتبدو الاخرى ما يمكنش هذا جوجل يكون بالنسبه لنا استاذ مستمر اللي تديرو في جيبك. عكس ذلك هذا باش يعني سي اونتو. زيد على ذلك المعلومات الزائفه والكذب ولي فيك نيوز وهذا الشيء هذا كي بغيتو ان كي بغيتو تقول لك ازمه القيم. لا هذا ماشي ازمه القيم، انعدام يعني هذا نحر القيم قتل يعني مصارعة مع القيم. كيفاش بغيتي تكون على القيم والإنسان قدام تشوف هذا الشيء المنكر قدام تشوفه بوسائل اللي هي هذه؟ فكاين زعزعة ديال القيم وهاد الزعزعة راه هي كتوسع. وكيفاش غدير لها؟ واش غتطلب عاوتاني الدولة خاصها تدخل؟ ما كاين ما تدخل، غير تدخل هذه الأمور الرقمية. ما يمكن تحاربها الا بوعي حقيقي. والوعي شنو تيطلب؟ ثقافه حقيقيه. والثقافه الحقيقيه شنو تطلب؟ تطلب بان الانسان يكون مكون، والمكون شنو يطلب؟ المكون. وفهمنا من هذا الشيء كله الحلقه كلها عندنا فراغ. فاذا تدخل الان في واحد التوهيم بان عندك واحد السلطه اللي بها انت خدام تتشرع وانت حاشاك ما فاهم
لازم بصح هذه كل هذه القضايا مازال كاينه واحد القضيه قبل ما نسالي دابا لا الا فتحت هذا الشابيت راه يكون طويل اقول قولي هذا التي الان الورقه التي وصلتني هي من اداره الفندق لان عندهم واحد المساحه الزمنيه محدده اللجنه التنظيميه لا دخل لها في هذا ما قررناش يبقوا مع العزيز ديالنا حقيقه نور الدين الى حدود يعني ساعات متاخره وما كنت اتصور قط انه ولا كنتوقع بان شي مره غادي يجمعني هذا الحديث اللي فيه الكثير من الالفه مع صديق عزيز كان هو دائما هو يعني القدوه ديالنا الحقيقيه على الاقل بالنسبه لي يعني في المجال الثقافي في المجال الفني ولكل الاخوان اللي حضروا بكثافه الان يعني انه وصل هذا اليوم من باريس خصيصا لتقديم هذه الامسيه الجميله واللي كانت متنوعه ومتعدده نتمنى لنور الدين المزيد من التألق هذه المسيرة الحافلة التي أغنى بها الوسط الإعلامي والتلفزي والسينمائي والفكري والشكر لكم أيضا والموعد ديالي معكم غدا إن شاء الله يعني واحد اللقاء لمحمد شكري والتواجد ديالو يعني في الرسائل الجامعية التي أنجزت عن يعني عن الكتابة الروائية والقصصية عن شكري ما بقاش الوقت كنظن يعني غير مداخلة بلا ما تطلب منه الجواب لأن راه يعيطوا لي من الأوبرا واحد تما كيعمل لي الشايب يعني غير الله يخليك لأن ما كاينش الوقت أنا بغيت غير نشكركم على هذا اللقاء الرائع مع الأستاذ نور الدين السايب وأنا إلا كنت كنتكلم مزيان كنتي كدير شي تحليلات للأفلام اللي كدوز في السينما الملكي ديال الرباط كان داك الشيء رائع ولكن من داك الوقت ما شفتكش غير التطور اللي حدث هو ما شفتكش غنشوفك في التلفزيون ولكن ما شفتكش ولكن اللي مهم التطور اللي حدث في التفكير ديالك هو هائل